صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم الجمعة أكيد كلكم مبسوطين، ليه؟ لأنه قرب الويك أند، قربت الرياحة، وقت بنستفيد منه يعني نتكنكن بالبيت ونقعد بهذا التأس البارد هيك، نقعد فنجان الشاي قدام التلفزيون مع الأشخاص اللي بنحبهم، أو يلي بحب كمان يعمل القصص يلي بحبها مع أكيد الأشخاص يلي منحبهم. يعني في كتير فرص بالحياة، في فرص بتجي كذا مرة وفي فرص ما بتجي إلا مرة واحدة. كرمال هيك لازم دايما نقطف الفرصة يلي بتجينا، لأنه مرة واحدة وبتكون هي الأخيرة. أوقات منكون محصنين، أوقات منكون جاهزين بكامل قوتنا بموقع، فعلا موقع قوة وسلطة، ولكن للأسف الفرصة ما بتجي، ما بتكون بوقتها. أوقات منكون ضعاف، أوقات منكون مترددين، منقول هلأ إذا أجينا فرصة معينة نحن ناطرينها من زمان، لا مني مستعد، لا خاطره بلا خاطره، لأنه أوقات الفرصة حرزانة ومنتعلم منها ومنتعلم من خلالها. فمشان هيك ما تخافوا من شيء، يكون عندكم ثقة كتير قوية بحالكم، دايما تكونوا حاضرين، دايما تكون عندكم مارج معينة من الثقة بالذات، هيدا أهم شيء. وما تسمعوا للي حواليكم يمكن أوقات بخلوكم تقولوا لا مش وقتها، لا انطروا معلي، لا أوقات الوقت منه دايما لصالحنا، أوقات الحياة بتغدرنا وبتغدنا بغفلة. فمشان هيك استفيدوا من كل لحظة، وأنا بكل تفاؤل بدي أقول صباح الخير لزميلة شادي. إيفا صباح الخير لإليك ولكل المشاهدين يلي عم يترافقوا معنا. مشاهدينا صباح الخير لإلكم بالحديث عن الفرصة يلي عم تحكي عنها. يلي قدر ياخد فرصة اليوم يبقى بالبيت قاعد بالفرشة ما عم يعمل شيء ما يقصر أبدا. يعني كنا هلأ اثنيتنا قعدنا بالبيت. اكزاكتلي. بس على كل حال لا أكيد الحياة بتستمر، واليوم أكيد نهار جديد، تحدي جديد، نهار بإيجابية بابتسامة بنستقبله نحن وياكم. حلقتنا مثل العادة متنوعة بفقراتها بمضمونها بكل الضيوف يلي بينضموا لإلنا. بالبداية بنحكي عن حملة توعية حول الأشعة ما فوق البنفسجية وضوء الأزرق وتأثيرها على العين وطرق الوقاية منها مع ضيفنا أحمد شري. منتابع أيضا لحتى نحكي عن النسخة الأولى من جوني انترناشنال فيلم فاستيفال يلي يعنى بعالم السينما، يلي انطلق ب 17 وبيستمر ل 22 كانون الثاني. ضيفي بيكون أحد القيمين على هالفستيفال وهو زاهي زند. أيضا منتابع مع وجدي أبو دياب وهو مؤلف وموزع موسيقي، بيحكي عن التحديات يلي بيواجهها المؤلف الموسيقي بلبنان، أكيد بكل تفاصيل الانترفيو مع زميلتي إيفا. متابع أيضا لحتى نكون مع ساندريلا مجاعس يلي بتحكي عن الإيموشنال انتليجنس معي، لحتى نكون أكثر عم نفوت على هالموضوع يلي بيأثر بالعمل بأيضا العلاقات، بنحكي بتفاصيله. بختام الحلقة شاف نادين أسيس رح تكون عم بتحضر شوربة، لأنه خاصة بفصل الشتاء الشوربة يلي بتدفي وبتكون هيلثي كمان ضرورية على صفرتنا، فرح تكون عم بتحضر شوربة بالفطر شامبينيون وأيضا شوربة القيمة، نوعين مختلفين. كمان بحلقتنا رح نتوقف مثل العادة أكيد مع رياضة، نشوف أحوال الطقس مباشرة من الاستوديو مع فيديوز اكسكلوزيف لقلنا من أحوال الطقس اللي عم بتصير كمان مثل ما شفنا حركة الموج والبحر وكل الشتاء العاصف يلي صار برا. بننقلكن شوي منا، على كل حال انتبهوا انتو عم تتنقلوا على الطرقات. وأكيد رح نتوقف مع غرفة التحكم المروري لحتى نشوف أبرز المعابر ببيروت شو وضع زحمة السير فيها. بدنا نقول صباح الخير لأمين عبد العال. أمين صباح الخير. صباح الخير. يعني اليوم مع هالطقس العاصف مش بس طرقات الساحلية، كمان بهمنا نعرف الطرقات الجبلية، لأنه مع تراكم الثلوج واحتمال كمان تكوم جليد ضروري ناخد هيك تفاصيل، فتفضل حطنا بالصورة. نبدأ إذا بدك أول شيء بالطرقات الجبلية. عنا أول شيء طريق ظهر البيضر سالكي لسيارات ذات الدفع الرباعي والمجهزة بالسلاسل المعدنية حاليا. نعم. عنا طرقات المؤدية لمراكز التزلج فردبيان كمان سالكي لذات الدفع الرباعي. معاصر الشوف كفرية أيضا سالكي لسيارات ذات الدفع الرباعي. كفر زبيان حدث بعلبك مقطوعة، والترشيش زحلة كمان مقطوعة. نعم. لكن ننتقل لأبرز المعابر ببيروت مع حضرتك، تفضل. بس لابد أنه نذكر بعض الإرشادات الوقائية اللي مطلوب من المواطنين، أنه
بتنعمل يعني قبل سلوك أي طرقات جبلية، هي أول شيء تجهيز السيارات بسلاسل المعدنية أكيد، تشغيل أضواء الضباب الأمامية، تشغيل مكيف الهواء لضمان رؤية أفضل، قيادة بحذر وزيادة مسافة الأمان تفاديا للتصادم في حال الانزلاق، شحن الهاتف مسبقا لاستعماله في حالة الطوارئ، وفي حالة الطوارئ يوجد الاتصال على الرقم 1720 أو على 112. بنبدأ هلأ كمان بحالة طرقات، مثل العادة المدخل الشمالي بنشوف حركة ناشطة على نهر الكلب باتجاه الضي، كفة الحركة أيضا ناشطة من الضي باتجاه النقاش انطلياس، هنشوف حركة كثيفة على انطلياس. طريق البحرية حركة ناشطة، انطلياس الساحة باتجاه الاوتوستراد أيضا حركة سير كثيفة، بتكفي الحركة كثيفة على الاوتوستراد باتجاه نهر الموت، النازل من متن السريع هنشوف حركة كثيفة باتجاه البحرية، بتكفي الحركة ناشطة من الدورة باتجاه الكارانتينا شارل الحلو، لترجع تسير كثيفة من وسط شارل الحلو باتجاه الصيفي حتى مدخل الوسط التجاري. بالنسبة لبولفار سنرفيل عم نشوف حركة سير كثيفة على الإشارات باتجاه الصالومة، كفي الحركة ناشطة من الصالومة باتجاه الحايك حتى جسر الواطي، عم تكون حركة ناشطة. مدخل الجنوبي من مدينة رياضية عم نشوف حركة ناشطة باتجاه الكولا، أيضا بتكفي الحركة ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وكثيفة من جسر الكولا باتجاه صائب سلام حتى مرورا بنفق سليم سلام حتى الوسط التجاري. مدخل الشرقي عم نشوف حركة سير ناشطة من اليرزي باتجاه الصياد، بتكفي الحركة ناشطة من الصياد باتجاه الكارنتينا مرورا باتسراد الرئيس لحود، جسر البيجو باتجاه الأشرفية حركة سير طبيعية، جسر العدلية باتجاه الأشرفية أيضا حركة سير ناشطة فينا نقول، من العدلية باتجاه المتحف عم نشوف حركة سير طبيعية، بتكفي من المتحف باتجاه البربير أيضا حركة سير طبيعية، من أصقص عن جادة عمر بيهم باتجاه بشار الخوري عم نشوف حركة سير كثيفة. من شارل المالك باتجاه تبريز عم نشوف حركة سير طبيعية، بتكفي الحركة أيضا طبيعية من تبريز باتجاه جسر الرينج حتى برج المر، ترجع تصير كثيفة من برج المر باتجاه شارع الحمرة الرئيسي. كورنيش البحري من عالم رئيسي عم نشوف حركة سير طبيعية بالاتجاهين وطبيعية باتجاه الحمرة. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة لصدات عقول أمن الداخلي ب 24 ساعة الماضية، سجل عنا 550 محضر سرعة. بالنسبة لإحصاءات الحوادث سجل عنا 11 حادث نتج عنهم للأسف قتيل و15 جريح. كفانا بقى نرجع منذكر تواصل معنا بغرفة التحكم المروري اتصال على 720، متابعتنا على السوشيال ميديا تويتر @TMC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. هيدا كل شيء. شكرا لك أمين عبد العال من غرفة التحكم المروري. مشاهدينا منعتذر على رداءة الصورة، على كل حال بسبب النقل يلي أوقات بالساتلايت بيتأثر سلبا بحكم الطقس والعاصفة يلي بتضرب. منتابع نحن وياكم مشاهدينا. بدي أذكركم كمان بسوشيال ميديا @أحلى.صباح على إنستغرام، أكيد البيج على فيسبوك أحلى صباح لايك ذا بيج، حتى تقدروا تتابعوا كل اللقاءات إعادة لكل انترفيوز ولكل سيجمنتس ببرنامجنا، وأكيد من خلال ويب سايت teleliban.com.lb حتى تقدروا تتابعوا كل التفاصيل، وضلكم دائما على تواصل معنا. المحطة التالية وحتى بفصل الشتاء دائما موتيفيشن، دائما هيك في تحدي ذاتي ورياضي نحن بحاجة له. منشوف شو محضرين غريس ودوري حداد بسجمنت فتنس لليوم، منتابع. ثانك يو لكم غريس ودوري حداد، اكيد كلنا عم نستفيد من التمارين، وبنرجع بنشوفكم بقصص جديده محضرين لنا اياها تباعا. وهلا مشاهدينا كلكم ناطرين تعرفوا كيف رح تكون احوال الطقس بالويك اند وبالكم يوم اللي جايين، واكيد صار معنا بالاستوديو موجود المهندس عبد الرحمن زواوي رئيس دائره التقديرات بمصلحه الارصاد الجويه. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ يعني اليوم المعلومات حرزانه مثل ما عرفت. اليوم في شيء محرز لانه اللي صار امبارح مش قليل. شو صار امبارح هيك لو بتحطنا شوي بالأجل.
الاجواء يلي ما تابع شو كان عم بيصير لحظه بلحظه. نحن في منخفض جوي متوقعينه او حكينا عنه من بدايه الاسبوع، تاثيره على لبنان بلشت تقريبا نهار الاربعاء، يعني بامطار متفرقه، امطار بعض الاحيان غزيره حسب المناطق، بس ما كتير قوي او قوي بالتحديد ابتداء من ظهر الخميس. نعم. ظهر امبارح ظهر الخميس قوي بشكل، اول شيء سرعه الرياح، يعني بقيت الامطار خفيفه. بنلاحظ هون بالصوره هيدي الكتله الهوائيه البارده اللي هي كان مصدرها اوروبا الشرقيه، مثل ما سبق وقلنا المنخفضات الجويه اللي بتجي من اوروبا الشرقيه بتكون قويه. ليش؟ لانه هي اقصر طريق بيننا وبين القطب الشمالي. نعم. بينما المنخفضات الجويه اللي بتجي من بعيد بتاخذ مسافه طويله بتوصل ضعيفه لعنا، عشان هيك بعض السنين بتكون قويه بعض السنين بتكون احسن. يعني هالسنه قويه، هالسنه هلا اول مره. صحيح. اول مره لانه المنخفض الجوي تكون فوق اوروبا الشرقيه. اوكي. وبدايه سرعه الهواء، سرعه الرياح بسرعه طلعت، سرعه الرياح وصلت لحدود ال 100 كيلومتر بالساعه مساء ببيروت، وبالجبال 110 كيلومتر بالساعه. نعم. وهيدي كانت نتيجه الضغط الجوي المنخفض الموجود مركزه بشمال قبرص، وكان تقريبا 990 هكتوباسكال، يعني كثير منخفض. اضافه لذلك انخفاض الحراره السريع، ومنلاحظ الكتله الهوائيه البارده استمرت كل الليل، هذا اللون الازرق هون هذا صحيح. أوكي. لبنان مركزها لبنان. نعم. هذا الشيء بيؤدي كمان لتساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضه، الثلج تساقط على ارتفاع 1000 متر وما فوق بشكل يعني بشكل واضح. هلا تحت ال1000 متر نزل عمل قشره ببعض المناطق، بس كل المناطق اللي فوق ال1000 متر شافت الثلج، وبعض المناطق مش عم يقدروا يطلعوا اصلا لانه فوق ال1000 متر صار الثلج متراكم بشكل مزعج للحركه. عرفنا تقريبا كم سنتيمتر او بعد ما عرفنا المعلومات الكامله يعني محطه الارز نحن درجه. نعم. حراره هلا ناقص 6، بننطر نحن فتره حتى ناخذ الكوانتيتي، بس اكيد كميه منيحه لانه كميه نزلت بيروت تقريبا خلال الليل هي 50 ملم. يعني بيقابلها تقريبا من الثلج على الجبل اجمالا نص متر، بس بعدنا. نعم. منا اكيدين من المعلومات. هلا بالايام القادمه، اليوم بعد في عندنا امطار متفرقه، ثلوج متفرقه على المرتفعات، درجه حراره حتبقى منخفضه لانه الهواء شمالي غربي، بنحذر من جليد. يعني العالم هلا بقى تركض ركض تطلع على الثلج ينتبهوا، يعني ما فيهم يوصلوا بسهوله لمراكز التزلج. وبالويك اند في تحسن، بنلاحظ المرتفع الجوي اللي حيوصل بالويك اند ما حتطلع الحراره بس حيستقر الطقس، بانتظار تنين عشيه منخفض جوي جديد. نعم. بس من صباح السبت لبعد ظهر التنين بنشوف التنين اقتراب منخفض جوي جديد. نحن بنعيش بويك اند مستقر اجمالا، بس في انتباه كثير لجليد بنركز عليه صباح السبت وصباح الاحد. اوكي. اوكي. نعم. هيدا موج البحر اللي صار امبارح، وصلت 6 امتار، بنلاحظ الفلاشات السود هن سرعه الهواء، سرعه الهواء كانت كثير قويه مثل ما قلنا 100 كيلومتر بالساعه، وهذا بيؤدي لارتفاع موج البحر من مسافه بعيده، يعني من تقريبا جزر اليونانيه لحد عندنا كان البحر كله عالي لحدود 6 امتار، كان خطير. هلا اليوم تدريجيا بتحسن موج البحر، درجه سرعه الرياح حتنخفض تقريبا ل 60 كيلومتر بالساعه ولا 50 كيلومتر بالساعه، بيبقى البحر هايج لانه الجو العام بالمنطقه بعده البحر. نعم. وهلا عم نشوف على كل حال بهذا الفيديو مشاهد حيه من موج البحر، يعني كنا عم نحكي قد ايه ارتفاعه. صحيح. تقريبا قلنا 6 امتار وصل. صحيح. 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 موج. نعم. البحر خلال الليل 6 امتار، وابتداء من بعد منتصف الليل بلش يتحسن الوضع. هيدي المشاهد من منطقه عين مريسي. عين مريسي بنلاحظ الموج البحر كثير عالي. نعم. ويعني ما فيهم صيادين اصلا يوقفوا تحت، بس هلا الصيادين بينبسطوا كثير لما بس يروق البحر شوي بكون السمك صار على الوجه. اكيد ضلهم اخذين احتياطاتهم وحذرهم، يعني 100% واضح انه البحر هيج وبخوف. وهذا الشيء اخف من اللي صار امبارح، اللي صار بالليل هو اكثر من اللي صار هلا، بس بالليل قدرنا نصور. نعم. هلا هذه كمان خريطه موج البحر، بنلاحظ المنطقه عندنا هي اكثر ارتفاع لموج البحر، وبنلاحظ كمان انه بالمرحله الثانيه خلال النهار المناطق الجنوبيه هي اللي حترتفع فيها موج البحر اكثر، لانه المنخفض الجوي عم يروح باتجاه الجنوب. يعني حتى المناطق الجنوبيه اللي حتشهد امطار اكثر خلال النهار، يمكن بالشمال تروق شوي تدريجيا، بالجنوب بعدها بتكون هلا عم تتلج على ال1000 متر تقريبا. نعم. هيدا المنخفض الجوي الجديد اللي حنشوفه جمعه الجاي، يعني بس حدا مسافه بعيده باللون الاصفر. باللون الاصفر. اوكي. وهي كتله هوائيه بارده عم تغذيها. نعم. جمعه الجاي المفروض المنخفض الجوي يستمر اكثر، كميه امطار اقل، درجة حرارة تقريبا هي ذاتها بس الفترة أطول، يعني المفروض نحن نعيش يومات الجاي أسبوع من الأمطار متفرقة متقطعة، يعني قبل الظهر بتشتي بترتاح بعد الظهر لكل الأسبوع، وهذا الشيء كتير منيح للزرع، وهذا دليل أنه الأمطار اللي عم تجي ما عم تجي بشكل سريع ولا بتجي فترة قصيرة، عم تجي فترة ممتدة، وهذا الشيء كتير منيح. أوكي. هذا المنخفض الجوي سوري، هذا هو كان جمعة الجاي. هلا هون بنلاحظ بس الأرقام، بنلاحظ نحن عندنا هلا اليوم كمية الأمطار. نعم. فترة قصيرة عالية شوي، الأسبوع القادم كمية الأمطار أقل شوي بس ممتدة على فترة أكثر.
مثل ما حكينا. صحيح مثل ما حكينا، درجه الحراره بتنخفض شوي شوي، بتبقى منخفضه. هذا الشيء كمان كثير منيح، لانه على المناطق الجبليه حتى لو ما كان في منخفض جوي كثير مهم، الغيوم دائما بتهرهر وبتعطي شيء للزرع، لانه بسبب بس انخفاض الحراره وارتفاع الرطوبه. نعم. هي صوره الساتلايت اللي كانت موجوده امبارح، بنشوف قديش لبنان مغطى بالامطار، وكان يمرق من وقت لوقت مرحله هدوء، هي نتيجه الهواء القوي، لانه بس يكون في هواء قوي الغيم بيروح بسرعه، بس رق الهواء قرب الغيم. اوكي. هلا هون بدنا نحكي عن كميه الامطار، كميه الامطار اللي ما حسبنا بعد امبارح، يعني كميه اللي نزل امبارح، يعني هي كميه الامطار اقل باستثناء امبارح. باستثناء امبارح. السنه الماضيه كنا 367 ملم ببيروت، هالسنه 237 ملم، فينا نقول صرنا هلا بحدود 300 هالسنه، بس بعدنا اقل من السنه الماضيه. بعدنا باول الموسم، يعني بعد عنا شهرين ثلاثه يمكن. ان شاء الله بتعوض الامور، كانوا ثاني وشباط، وخاصه كانوا ثاني وشباط هن افضل شهرين للزراعه، يعني أوكي. كميه الامطار بتنزل هلا هي افضل شيء للزراعه. بنلاحظ بالمناطق الشماليه 350 ملم مع اللي نزل امبارح بكون صرنا 400، السنه الماضيه 385، يعني بالشمال واضح انه الشمال عوضنا الفرق مثل بعض، يعني هالسنه مثل السنه الماضيه. هذا الشيء قلناه من الاول، لان الامطار عم تجي اكثر شيء على الشمال، واوقات المنخفض الجوي ما عم يقطع على الجنوب. نعم. هالمره قطع على الجنوب. حوش الامره اللي بقى كميه قليله 200 ملم، السنه الماضيه 370 ملم، كانت كثير جيده للبقع. هيدي تقريبا المناطق بشكل عام. الجبل كمان هلا المفروض تحسن الوضع كثير، يعني ارتفع درجه الحراره اليوم 6-2 عفوا الصبح، بتصير 6 خلال النهار، بس بالعبده قطعوا بمنيح باشواط بالعبده. ايه بعض المناطق بالشمال لاحظنا. نعم. بعض المناطق الشمال. هيدي صوره من حوش برده بالبقاع على 900 متر. قشره الثلج كثير حلوه. هلا اذا بنطلع على 1000 متر بنلاقي الثلج اكثر بكثير، حلوه يعني مبينه مثل الالماز اللي عم يلمع بالارض. نحن قلنا على 1000 متر وحطينا مارج 900-800 متر، بنلاحظ الموديل الميوريك اللي استعملناه زبط مزبوط، يعني ال 1000 متر هي ثلج حقيقي، بعد ال 1000 متر هي ثلج يعني بس للديكور. نعم. اذا بدنا نحكي عن تراوح الحراره العليا والدنيا بين الصبح وعشية تقريبا، قد ايه رح تتراوح؟ هلا اليوم درجة حرارة الدنيا منخفضة مثل امبارح، يعني على الساحل نحن 9 هلا صباحا، 9 بالجبل 2، بالبقعة 3، الأرز ناقص 6 هلا. أوف. يعني مشان هيك الجليد واضح انه حيكون شغله مهمه بالنسبه لحركه تنقل الناس. نعم. ابتداء من بكره في تحسن بدرجه الحراره، بس بتاعت الظهر بتاعت الصبح حتبقى منخفضه. أوكي. يعني الليل والصبح حيبقى عندنا احتمال جليد، ليل الجمعه السبت وليل السبت الاحد، يعني معقول نوصل لدرجه الصفر هلا بالنسبه هون ببيروت. لا، يعني نقول الصبح 9، ايه 9 والماكسيموم الظهر 16، بترجع بتنزل بالليل تقريبا ل 7-8. اوكي، مش اقل من هيك. هيدا بالليل، والفجر نفس الشيء تقريبا الحراره. بالبقاع ممكن توصل للصفر فجرا، وظهر البيدر ممكن نوصل حتى اقل من صفر. وهي مشان هيك هالمنطقه هي اكثر شيء تستعمل بتنقل الناس. هيدا بده ينتبهوا العالم انه طريق ظهر البيدر من جليد صباحا. نعم. وسيد عبد الرحمن، يعني بنعرف انه على مواقع التواصل الاجتماعي اجتاحت الاخبار انه حركه الطيران تاثرت بفعل قوه الرياح، هل هيدا شيء صحيح اللي عم نسمعه، ولا شو صحه هالاخبار؟ هلا نحن دائما بنبعت وورنينج لرئاسه المطار ولكل المسؤولين من المطار، بس يكون في توقع لهواء قوي، وهذا الورنينج بيخليهم ياخذوا هن اجراءاتهم مع الشركات. نعم. بالنسبه للطيران الصغير، يعني من فتره من سنتين ثلاثه او اكثر، طيران صغير تحركت بسبب العاصفه او خبطوا بعضهم، هذا الشيء ما بقى صار، صاروا عم يربطوا الطيارات وعم ينتبهوا لهالموضوع. هذا كل الطيارات الصغيره بتاخذ احتياطها، لانه المدرج هو بلا، يعني فلا الهواء بيكون كثير مؤثر، والطيارات لما تنزل اجمالا على المدرج اذا كان الهواء كثير قوي بترجع ما بتنزل، بتطلع بتلف لفه ثانيه وترجع بتنزل بوقت يكون الهواء اقل سرعه. لانه طبعا 100 كيلومتر على المدرج هي شغله مش كثير هينه. اكيد، يعني هيدا المعلومات كلهم رح يتابعون على موقعكم. صحيح. مثل ما تعودنا، وحتى نكون يعني عم نستفيد من كل هالارشادات لحتى نخفف اكثر ما فينا الاضرار والنتائج العاطله. اكيد. وفينا نتذكر اكيد بصفحتكم على الفيسبوك للي بده يتابعوكم، ميتيو ليبون، اسمها ميتيو ليبون بالفرنسي، ميتيو ليبون. اوكي، لكن نحن بدنا نشكرك كثير على كل هيدي المعلومات، واكيد برجع بتجدد اللقاء تباعا. واهلا وسهلا فيك. شكرا لك. وهلا مشاهدينا اكيد كلكم ناطرين لتشوفوا شو محضرنا الزميل داني حرب بهذا الريبورتاج من سبورتس سيجمنت، لحتى نشوف كل اخبار الرياضه بلبنان وبالعالم العربي وحول العالم. بنشوف سوا. بصرنا نستضيف أكيد أولى ضيوفنا لليوم، السيد أحمد شري رئيس قسم قياس النظر والعلوم البصرية بجامعة الأم يو بي أس، لنحكي أكثر عن حملة توعية حول الأشعة ما فوق البنفسجية أو ريون ألترافيولي والضوء الأزرق
وتأثيرها على العين وطرق الوقاية منها. رح تصير هيدي الحملة يوم الخميس 25 كانون الثاني جانفيه بحرم الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS جلد ديب. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. يعني أكيد هيدا الموضوع اليوم كتار عم بيقولوا ليش اليوم؟ ليه اختيار هيدا الموضوع للحملة؟ ليه هيدي الحملة؟ ومين أبرز الأشخاص اللي رح يكونوا مدعوين وموجودين ليحاضروا عن هيدا الموضوع؟ أول شيء صباح الخير. نحن كشبكة وطنية للرعاية بجامعة الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم عندنا هدفنا الأساسي بالشبكة هيدي أنه نعمل توعية للمواطنين ولجميع شرائح المجتمع على عدة مخاطر صحية، ونحن كاختصاص علوم بصريات بهمنا نركز على كل شيء مخاطر إلى علاقة بالعين. كرمال هيك طلقت هيدي الفكرة، كرمال نحن نوعي عن مخاطر الأشعة ما فوق البنفسجية والضوء الأزرق بالتعاون مع بلدية جلد ديب والجمعية العالمية للنظر، كرمال نقدر نوعي موظفين بلدية جلد ديب الإداريين وشرطة البلدية على مخاطر هيدي الأشعة. نعم، إذا بدنا نعطي هيك معلومات عامة يعني بلا ما ندخل بالتفاصيل العلمية الدقيقة، هيك لمحة عن موضوع الأشعة ما فوق البنفسجية والضوء الأزرق، شو بيختلفوا عن بعض وشو هن تأثيرهم على العين؟ هلا الأشعة ما فوق البنفسجية هي بتنتج عن الشمس بشكل أساسي، 10% تقريبا من ضوء الشمس هو UV، وأكيد في منا أجزاء الـ A والـ B والـ C. نحن الضوء اللي بيجي لعنا أو الجزء اللي بيجي لعنا هو الـ A والـ B، وهن هدول اللي عندهم ضرر الأكبر على عيوننا. الضوء الأزرق كمان في جزء منه بيجي من الشمس، بس الجزء الأكبر نحن بنتعرض عليه بشكل يومي بكل شيء، شاشات والموبايل فونز اللي عم نستعملها واللابتوب. صحيح. ومعظمنا هلا عم يقعد 8 ل 10 ساعات خلال النهار على هيدي الشاشات، فالضرر عم يزيد اكثر لانه عم بكون عم نتعرض بشكل اطول لهيدي الاشعه. نعم، نحن شو بنتاثر يعني؟ بخف النظر، في احمرار، شو هن الاعراض يلي نحن بنقدر نحس فيها بس نتعرض للضوء الازرق؟ بما انه هيدا موضوع كثير بهمنا هلا، لانه كنا على الشاشه يعني وين ما كنا على السليلير عنا أشغالنا، حتى صارت على اللابتوب على مدى 24 ساعة بنهار. فخبرنا شوي كيف معقول نحس يعني بإحمرار بغشاوة؟ طبيعة الحال هيدي الأشعة أول شيء نحن عم نعمل جهد لحتى نقدر نستمر بهيدا الشغل اللي عم نعمله، والوقت متواصل عم نتعرض لهيدي الأشعة إن كان ضوء الأزرق ولا الأشعة ما فوق البنفسجية. بناحية الضوء الأزرق نحن ممكن أثبت دراسات أنه ممكن يأثر على الساعة البيولوجية خلينا نسميها تبع الإنسان، وهذا الشيء بيأثر على النوم وعلى نوعية الحياة اللي ممكن يعيشها الإنسان. فبالتالي على التواصل المستمر لهذه الإضاءة ممكن الإنسان شوي يحس بإرهاق وتعب مع الوقت، وأكيد على العين نحن كمان أثبتت الدراسات أنه ممكن تأثر على نمو العين عند الأطفال، كمان عند الكبار ممكن تعمل لهم مضاعفات مع الوقت إن كان وقت القليل ولا الطويل. نعم، بما أنه حضرتك ذكرت الأطفال، إذا بدنا نقدر نحافظ على عدسة عيونهم تكون نقية ومرتاحة من كل هالأضرار اللي عم يتعرضوا لها الكبار، لأنه نحن فتنا بعصر التكنولوجيا لنا أكثر من عشرات السنين، كيف فينا نحن نخليهم يتوقوا أنه يوصلوا لتعب بالعيون، لنشاف بالعيون؟ أكيد لأنه نعرف أنه دايما منحس حالنا عيوننا خلص ما بقى في دمع، نشفوا. صحيح. هلا اللي بينطبق على الكبار بينطبق على الصغار بطبيعه الحال، ان كان من ناحيه اليو في او البلو لايت. بالنسبه لليو في وخصوصي هلا نحن على موسم التزلج وراح يطلعوا على الثلج يعملوا سكي، سو ضرره بصير مضاعف لليو في لانه بصير في انعكاسات اكثر عن على الثلج، فبالتالي كمان بصير ضرره اكثر. فبالنسبه للوقايه للكبار مثل الصغار اهم شيء يكون عندنا نظارات شمسيه تكون فيها حمايه تامة من الأشعة ما فوق البنفسجية، وأكيد في أشياء تانية اللي هي الكاسك وغيره. أما بالنسبة للضوء الأزرق في عندك العدسات، هلأ عدسات جديدة عم تنزل على الأسواق بيكون فيها فلتر كرمال الضوء الأزرق، سو كمان هيدي بتعطيه للي لابسها بتعطيه راحة أكتر وبتحميه من هيدي المدار هيدي الضوء الأزرق. نعم، إذا بدنا نحكي عن المحاضرين والأشخاص اللي عم بيكونوا
قائمين بهيدي الحملة من أطباء، من أطباء عيون أكيد متخصصين، هيك تعطينا لمحة عن الأشخاص اللي رح يكونوا موجودين، وهلا رح يكون في حالات شهود عيان يكونوا عم بيقولوا لنا عن خبرة معينة بضعف بتعب بعيونهم، من وراء هالأشياء اللي عم تعرضوا لها؟ صحيح. هلا نحن بطبيعة الحال لأنه يعني توجهنا تجاه موظفي بلدية جل الديب هو لسبب معين، إنه هول الأشخاص هن بحد ذاتهم حالة من هيدي الحالات. سو موظفين الإداريين على تواصل دائم مع الشاشات، سو كمان عندهم تعرض أكثر للضوء الأزرق، شرطة البلدية موجودين بالخارج، سو كمان عندهم تعرض للأشعة ما فوق المنسجية باستمرار. فنحن العنوان تبعنا هو أول شيء نحن رح نعمل محاضرة توعوية لكل الموظفين عن مخاطر هيدي الأشعة وكيفية الوقاية منها. رح نرجع نعمل فحص نظر أكيد بإشراف اختصاصيين بهذا المجال، فحص نظر مجاني للموظفين، ومن بعدها رح يتم تسليم نظارات شمسية وطبية مشكورين الجمعية العالمية للنظر، هن رح يقدموا لنا إياهن، رح يكونوا فور فري للموظفين. نعم، وهو نهار واحد الحملة. صحيح. نعم، ومن أي ساعة لأي ساعة؟ نحن رح نبلش من الساعة 2:00، بتمتد ساعتين ثلاثة يعني. أوكي، وهي دعوة عامة؟ هلأ هي موجهة بالأخص لبلدية جل الديب، بس نحن أكيد بالمستقبل رح ناويين إن شاء الله نوسع هذا النشاط ليطال أكبر عدد ممكن من البلديات، الشركات، المدارس والجامعات. في أي شخص من المواطنين أو سكان المنطقة يجوا يفحصوا عيونهم بما أنه عم تقدموا فحص مجاني؟ أكيد، نحن بالنهاية يعني شغلنا ما بيتوقف على عدد معين الأشخاص، أي حدا حابب يتأكد على نظره وسلامة نظره أو حتى يحضر البرزنتيشن تبع التوعية كمان أهلا وسهلا فيهم. في أي تعاون مع وزارة الصحة بهذا الموضوع؟ نحن أكيد على تواصل مستمر بوزارة الصحة، وخصوصي كشبكة يعني نحن لأنه عنا عيادات تخصصية، سو لازم يكون في عنا تواصل مع معظم الحملات بتصير بالتعاون مع أو برعاية وزارة الصحة، فأكتر عشان ناخذ اكثر مصداقيه وكرمال نكون اكثر عم نشتغل تحت نطاق الدوله. وقد بتنصح الاشخاص اللي يمكن بعدهم مفكرين انه عيونهم منيح منهم بحاجه لنظارات يعني طبيه، انه يكونوا عم بيقدروا يعملوا فحص دوري بشكل منتظم لحتى دائما نراقب اذا عم تعلى الدرجات، اذا في اي وجع بعصب العين يعني بالكورنية، لأنه بنعرف قد في أشخاص كمان عم بيلجأوا لعمليات الليزك والليزر وغيرهم كتار، حتى ما عم بيلاقوا أوقات نتيجة لأنه عم نرجع نتعرض لذات الدوامة. صحيح. من الأشعة ما فوق البنفسجية والضوء الأزرق، فقد لازم دائما عم نحافظ على صحة العيون ونكون عم نلجأ للطبيب والفحوصات الدورية. صحيح. نحن مثل ما قلنا الأساس هو التوعية، وهذا الشيء اللي للأسف يمكن شوي بينقصنا بمجتمعنا، فلهيك عم نجرب نحن قد ما فينا نحث العالم أنه يكون عندهم وعي تجاه هذا الموضوع ومخاطر أنه الإهمال بموضوع العيون، لأنه أكيد نحن لازم بشكل دوري نكون عم نراجع الاختصاصي أو الطبيب كرمال نقدر إذا في أي مشكلة نقدر نتركها وما توصل لمراحل متقدمة، وهذا أكيد يعني إحنا عنا باستمرار حملات توعية من هذا النوع، وبتتضمن كذا عنوان مش بس هذا العنوان اللي عم نحكي فيه هلأ، فأكيد نحنا ندعي كل الناس أي حدا عنده أي مشكلة يراجعنا، يراجع الطبيب أو الاختصاصي. نعم. وما يهمل أي مشكلة بعينه. سيد أحمد شري، أنا بتذكر بالزمانات يعني أول ما بلش عصر الكمبيوتر وهالشاشات الكبيرة اللي كنا نقعد قدامها، كنا نحط مثل الشاشة فلتر. صحيح. لحتى يعني تخفف الإضاءة، وحتى نحن فينا نتحكم بالبرايتنس عنا على السيلولار أو على اللابتوب، قديه اللي بيقدروا يخففوا أو ما عندهم إفادة على المدى البعيد؟ لا أكيد هيدول جزء من يعني واحدة من الخيارات اللي ممكن واحد يعملها كرمال يخفف مدار هيد الأشعة أو ضرر هيد الأشعة، فواحدة منهم من الفلترز، يا أما فيها تكون بالعوينات اللي لابسه الشخص أو عبر السكرين بحد ذاته البرايتنس فيها نحسنه، الإضاءة اللي نحن موجودين فيها كمان إلى دور كتير كبير، طبيعة العمل المكان العمل اللي موجود فيه الشخص كمان إلى دور، فهي عبارة عن كذا شغلة مجموعين بمحل واحد، واحد بده يجرب يوفق بيناتهم ويكون قاعد ببيئة سليمة للعمل أو الدراسة. نعم، أوقات في أشخاص بيلجأوا للعوينات الشمس يعني ما فيهم إلترافيولي. صح. أو اللي بيبقوا منهم طبيات، قديه هو ما لهم تأثير إيجابي كمان يعني ممكن بيتعبوا العيون زيادة؟ صح.
هدول ما لهم تأثير إيجابي بس لهم تأثير سلبي كتير كبير. يعني بطبيعة الحال لما يلبس واحد عينات شمس اللي بنقول بوبو نحنا بيكبر، فبصير في كمية أشعة عم تفوت أكتر على العين بدون ما تحمي النظارة، بالتالي هون بصير الضرر أكبر. وهذا الشيء للأسف عم يكون متواجد بكتير محلات الرخيصة، فعم يكون في ضرر على الناس والناس ما عم يكون عندها وعي تجاه هذا الموضوع. نعم. فأكيد نحن ننصح كل الناس يكونوا يراجعوا المحلات اللي هي مرخصة تكون تابعة لنقابة المهن البصرية كرمال يتأكدوا أنه هيدي العينات اللي عم يجيبوها تكون موثوق فيها وأكيد ما فيها ضرر لهم. أكيد. يعني سيد أحمد شري، رئيس قسم قياس النظر والعلوم البصرية بجامعة الأم يو بي إس، نحن بنشكرك كتير، يعطيكم ألف عافية على هيدي الحملة، وبندعي كل المواطنين يتابعوكم ويرجعوا يتابعوا يعني الأفتر ماث أو النتائج اللي رح تترتب عن هيدي الحملة، لأنه أكيد رح تفيد كتار منا، لأنه نحن كلنا عايشين بهذا العصر وما في أكيد. مهرب منه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا متابعين، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوا لبعيد. مشاهدينا متابع، نحن وياكم صبحيتنا، برحب بكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لقلنا. بعد شوي شيف نادين رح تكون عم تحضر سوب بهيك وصفتين مختلفين عن بعضهم، ليكون عنا options كمان سوب شامبينيون، رح يكون فيه كمان شوربة القيمة. رح نتابع نحن وياكم بفقراتنا بلقاءاتنا، ورح نحكي عن حدث ثقافي سينمائي بيحصل لأول مرة بمدينة جونية بالفيرست إديشن جونية انترناشنال فيلم فيستيفال. برغم من كل التحديات، برغم من كل الصعوبات يلي أوقات بمر فيها هيك نوع من فيستيفالات، كان في تحدي كتير كبير، كان في نجاح كتير كبير بانطلاقة هالفيستيفال ب 17 الشهر نهار الأربعاء يلي بيستمر كمان ل 22. لحتى نحكي بتفاصيل إضافية عن هالنسخة الأولى من جونيا انترناشنال فيلم فيستيفال، بصير نستضيف معي بالاستوديو أحد القيمين على هالفيستيفال، البي آر كونسلتنت بفيستيفال جونيا انترناشنال فيلم فيستيفال، زاهي زند. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك زاهي. أول شيء ألف مبروك ويعطيكم ألف عافية. يعني بعرف مش سهل ابدا بالتحديات يلي بتصير انه الواحد يقدر يبني هيك نوع من فيستيفال من لا شيء لحتى يقدر يقدم شيء كتير مهم. خبرنا بالبدايه هالفكره يلي غايبه كانت عن جوني وحضرتكم اطلقتوها واشتغلتوا عليها، كيف بلشت؟ اول شيء بونجور ومرسي على استضافتكم. فيستيفال جوني انترناشنال فيلم فيستيفال هو فكره انوجدت بالأساس من بعد ما ارتقينا أنه بمنطقة كسروان عامة وبجونة يعني خاصة في نوع من غياب لهالموضوع هيدا، وبالتعاون مع كذا شخص من قيمين السينمائيين ارتقينا أنه نأسس هالمهرجان وننطلق فيه. الهدف الأساسي هو اليوم نحن صرنا عايشين بعصر غايبة في الثقافة، والثقافة صارت يعني مينستريم، يعني عندك مثلا بالسينما اليوم في هوليوود، وهدف المهرجان هو نسلط الضوء على كولتشرز، يعني على ثقافات أخرى من بلدان أقرب لنا، والشعب يطلع أكثر على ثقافات متنوعة يظهر شوية من هالتقوقع اللي هو فيه. يعني بالحقيقة لما كل العالم سمعت وتحديدا بمنطقة جونية كان فيه هيك نوع من فرح، وشفنا بالأوبنينج أدي كمان تفاعل الناس، هالوان اون وان انترفيوز اللي انعملت كمان أدي الناس عندها هيك حب لهالنوع من الفستيفلز، وخاصة أنه أنتو مش بس لوكالي، أنتو كمان جامعين من الدول العربية وعالميا. أدي التحدي كان كبير لحتى تقدروا بالبداية يكون في فوند، يكون في الآن بعرف كل التحضيرات كل التفاصيل لحتى تكونوا عم تتواصلوا كمان مع مخرجين من الوطن العربي ومن العالم، في تكلفة كمان لحتى الواحد يقوم بهيك نوع من بروجكت، وأنتم مولين حالكم بحالكم، يعني أدي كان التحدي كبير ورهان أكبر لحتى تقدروا تقلعوا؟ شوف شادي، نحن صراحة مبادرة فردية بالأساس بلشت بمجموعة أشخاص من كسروان ومن برات كسروان كمان بحبوا الثقافة،
انطلقنا بالاول كان في كتير صعوبه لانه العالم ما بتعرف نحن على شو ادمين كانت، فكان في صعوبه شوي يحطوا ثقتهم اذا بدك العالم بشيء ما بيعرفوه. نعم. وبالتالي بس شافونا نحن قد ايه كنا عم نكفي ونستمر ونواظب، كل العالم بلشت تتحمس. وهون بحب اشكر جميع اللي ساهموا وساعدوا، هن كتير كتار. بخص بالشكر يعني المدرسة المركزية اللي استضافتنا والرئيس، وبشك كمان بشكر بلدية جونة بالمجلس وبرئيسها يلي رجعوا دعمونا بس شافوا قد ايه نحن مصرين انه نحقق هالفستيفال. صحيح، بارس اي مشايخ جوان حباش عملوا شغل اكثر من رائع بتعاونهم بهذا المشروع طبعا، وسبشلي من بعد ما نحن اصرينا اذا بدك انه لا بالرغم من كل شيء بدنا نحقق هالمهرجان. وبحب اشكر جميع الاشخاص كمان على الصعيد الشخصي ان كان ساهموا ماديا او معنويا او صحيح كل الافراد اللي مشاركين معكم. 11 فيلم من حول العالم، من الوطن العربي، من لبنان، مشاركين معكم بهالفستيفال. على كل حال رح نتوقف مع تريلرز كمان بعد شوي تباعا لنحكي عنهم. زهي، لما نحكي عن هيدا التنوع، لما نحكي عن كلتشرال ايفنت، كيف تم البحث عن الافلام المشاركه؟ قبل ما نحكي كمان عن لجنة التحكيم، لأنه مثل كل فيستيفال في لجنة تحكيم وفي فائزين، ولكن بدأت أتوقف عند خيار الأفلام المشاركة لحتى وصلتوا ل 11 فيلم أنهم يشاركوا معكم. هو انعمل صراحة open، يعني انفتحت submissions، المخرجين العالميين والعرب واللبنانية قدموا أفلامهم على الويب سايت طبعاً، قدموا فورمز. نعم. بنفس الوقت نحن كنا عم نجول بالعالم على فيستيفالات مثل كان ودبي وبرلين، وبالتعاون كمان مع الأرب سينما سنتر قدرنا نحصل على كمية أفلام كتير كبيرة بالأساس، ومنها تم اختيار هالعشر أفلام يلي مشاركة، والفيلم الـ11 هو الفيلم الافتتاحي اللي هو أور كومبيتيشن. صحيح، فيلم للمخرج لطفي عاشور. نعم. غدوة حي. نعم طبعا، يلي تم تكريمه كمان بيرنينج هوب، يلي تم تكريمه يلي افتتحنا فيه نهار الأربعاء. الويب سايت اللي هو junia-iff.org. صحيح. هالويب سايت يلي كمان فيهم يتابعوا كل الديتيلز للسنوات الجاية ويتابعوا كل تفاصيل. صحيح. الفستيفال عليه 10 أفلام عم يتنافسوا. قبل ما نحكي بتفاصيلهم هيك رح نشارك المشاهدين ببعض الصور لحتى نخبرهم شو صار بالافتتاح، قبل ما نحكي كمان لأنه كل العروضات مجانية، كل صحيح. المشاركة هي فقط هدفها ثقافة لا أكثر ولا أقل. مزبوط. هيك بعض الأجواء ببعض الصور لحتى نشوف كيف كانت أجواء الافتتاح من كل الأشخاص هون. الكوفاوندر الياس خلاط، عم نشوف كمان المخرج منير معصري رئيس الهيد أوف جوري بالفستيفال، مخرج هادي زكاكي اللي هو كمان من الأشخاص المشاركين بأعضاء لجنة التحكيم. أدي هيك انبسطتوا بكل كل الناس. المخرج الإيراني كمان حميد نعمة الله، وال في في حضور صراحة مميز عالمي وعربي ووطني، وصراحة أكثر شيء انبسطنا نحن بهالدفء من العالم يلي توافدوا ليواكبوا هالافتتاح، يلي هن من أهل جونة والمنطقة كلها. البلدية كمان يلي عم أعضاء البلدية كانوا كلهم موجودين. نعم. والشيخ جوان والعائلة والكل، يعني بالفعل كان يعني في تشجيع على كافة الأصعدة، كان في كل العالم كانت مصرة أنه بدها تدعم هالمهرجان بطريقة أو بأخرى. صحيح. زاهي، إذا بدنا نحكي شوي عن اختيار لجنة التحكيم، يعني مخرج شاغل على صعيد عالمي كمان، يعني إن كان بالبرازيل، إن كان بفرنسا. صحيح. إن كان بلبنان، أكثر من 30 مسرحية بإمضائه، كمان مدرس لمادة السينما. ليه تم اختيار منير معصري؟ استاذ منير معصري صراحة، يعني بس تقول انت سينما وتفكر انك بدك تنقي شخص من لبنان يكون هو عم يترأس لجنة التحكيم، يعني بصراحة دغري بيجي بيخطر الاسم على بالك، خصوصا انه استاذ منير كمان قضى فترة كتير كبيرة بجونة وتعلم كمان بجونة وبحب جونة كتير. نعم. فنحن يعني عبر اختياره كمان حابين نكرمه
كونه هو عطى كثير للسينما اللبنانيه والمسرح اللبناني، وحابين كثير كنا انه هو يكون عم يترأس هيدي اللجنه. نعم، قبل ما نتابع ونحكي عن لجنه التحكيم كمان الاشخاص المشاركين، نحكي كمان عن الايام لانه بيستمر الفستيفال ل 22 لنهار التنين. رح نتوقف مع اول تريلر يلي هو All the Goat and Abraham لشريف البنداري اللي كان موجود بليله الافتتاح. اول فيلم رح نتوقف مع تريلر تبعه من مصر، منتابع مع المشاهدين نرجع منتابع. لكن شفنا تريلر علي ذا جوت اند ابراهيم، هو فيلم مصري مشارك بالكومبيتيسيون. لنرجع نحكي على الجوري المشاركه لانه كمان بين دوكيومنتري وبين فيكشن رح تكون الجوائز مقسومه. يعني في عنا من تونس المخرج لطفي عاشور يلي كمان كان الافتتاح مع فيلمه بيرنينج هوب يلي الكل نهار الاربعاء كان قاعد وعم بيشاهد الفيلم. من الوطن العربي يعني خبرنا شوي عن الاسماء يلي هي مشاركه بلجنه التحكيم، هن خمس اشخاص الى جانب الاستاذ منير معاصري. صحيح. نحن في عنا المخرج لطفي عاشور من تونس، في عنا المخرجه ايتن امين من مصر، والى جانب المخرج نازم جرجوره، الى جانب الاستاذ منير معاصري في عنا كمان من لبنان النائد السينمائي نديم جرجوره والمخرج، وعندنا كمان هادي زكاك المخرج اللبناني. صحيح. هن اللي راح يكونوا عم بيقرروا مصير هالفلوم العشره اللي اشتركوا في ستة روائيه طويله. نعم. راح ياخذوا واحد منهم راح ياخذ جائزه، وفي بالمقابل كمان اربع دوكيومنتريز وثائقيه كمان راح يكون في جائزه لافضل وثائقي. اكيد الجوائز راح تعلن بختام نهار التنين ب 22. كل ليله راح يكون في عرض للافلام بمدرسه المركزيه بجونه، خبرنا شوي اكثر باي اوقات كيف راح تتقسم العروضات. الافلام موجوده التفاصيل كلها على صفحه الفيسبوك تبعنا. نعم. جوني انترناشونال فيلم فيستيفال. الافلام عم بتكون من 6 8 او 10، في ايام عم بيكون في ثلاث افلام، في ايام في فيلمين بس على الثمانية والعشرة او على الستة والثمانية. كل التفاصيل موجودة بالبروجرام. الدخول مجاني بالمسرح التاريخي لمدرسة المركزية بجونة. المواقف مؤمنة وما عليهم الا يجوا يحضروا الفلومة، لانه الفلومة عن جد يعني نحن بنقول سينما بس هيدا سينما راقي وسينما فيه اطلاع على ثقافات متعدده وغني كثير يعني. اكيد، وافلام انديبندنت فيها مساج، فيها كمان نظره ثانيه وفيها ثقافه بحد ذاتها. رح نتوقف طالما عم نحكي عن الافلام مع فيلم ثاني، نروح على اليونان هالمره مع المخرج كريستو جورجيو يلي كمان مشارك بفيلم هابي بيرثداي، متابع بهذا التريلر. Όταν με ρωτάνε, λέω ότι ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος. Κάψτε τα όλα! Πέρατε. Έτσι και ξανακάνεις τη μάνα σου. Να υποφέρει έτσι, θα σε λιώσω στο ξύλο, το κατάλαβες. Ανησύχησα. Έξω γίνεται χαμός. Μια χαρά είναι έξω. Εδώ μέσα είναι επικίνδυνο. Θέλω να πας με τον πατέρα σου στο χωριό. Στο χωριό, εγώ κι αυτός. Δεν πας καλά. Μήπα, μην πλησιάζεις! Έχει νερό από κάτω. Δεν είναι νερό. Από την αρχή του κόσμου, μαζί με τη βάθια πνοή, παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύβαρο σαν μια μικρή ακίδα και ό,τι απ' αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Λύσει σαν τη ώρα το βελούχο σαν μετάξει. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ο πατέρας μου φαινόταν χάνει. هذا تريلر أتاني كمان للفيلم المشارك كمان بالفستيفال نهار السبت ب 20 الشهر. رح يكون في هيك فكره مهضومه باي ذا بول بالاندور بول تبع مدرسه المركزيه، شو رح يصير؟ هيدي نشاط اول مره عم ينعمل بلبنان وبظن بالمنطقه بعد ما حدا عملها، رح تكون سابقه بجونه بالاندور بول بالبيسين شوفيه تبع نادي المركزيه. رح يكون في عرض لمجموعه افلام قصيره
من عمل الطلاب اللي هن بالمنطقة. نعم. جامعات المنطقة بالتعاون معهم تم تحضير هيدي الليلة. رح تبدأ السبت الساعة 10 مساء وتنتهي الساعة 1 الأحد يعني وجه الصبح. الهدف منها هي نخلق شوية نشاط لشباب الجامعات. أولا رح يكونوا موجودين بالبيسين شوفاء على بوة ريلاكس ويحضروا الأفلام بالبيسين. والفكرة أنه نحن عنا جونة في البحر وفي كل هالسياحة المائية بس على الهواء. بس لأنه بالشتاء حبينا نعمل هيدي الطريقة كرمال نسنع هذا الموضوع. دفنتلي. وعلى كل حال الناس يمكن هيك بدأ أفكار جديدة لحتى تتحمس وتجي وتشارك. والحماس كان واضح كمان بكل الأشخاص يلي شاركوا زاهي وكانوا موجودين. يعني هيدي شغلة الواحد ما في إلا ما يحكي عنا. أدي أنتوا لحديت هلأ هيك فخورين بريزلت يلي وصلتوا له؟ أدي راضين؟ والله شادي صراحة يعني من نهار الافتتاح أول شيء بدي أشكرك كمان على الافتتاح. أعطيتنا صورة كتير حلوة كمان وبشكرك كهوست بالافتتاح. صراحة حسينا أنه حققنا الخطوة الأولى ولكن الخير لقدام. وبتصور أنه السنة الجاية واللي بعدها رح يكبر هالفستيفال ويثبت حاله أكتر. بس الحمد لله فينا نقول أنه لهلأ أثبتنا حالنا على الخريطة الثقافية بالبلد انه جوني رجعت وان شاء الله بنكفي لقدام بدعم الجميع. صحيح. الفستيفال واعد على كل حال وكل حدا اجا وشارك. هيدا كان رأيه. قبل ما نختم لقائنا رح نتوقف مع تريلر ثالث واخير هيك كمان لنحمس الناس اكثر ليروحوا ويحضروا ويشاهدوا. رح نشوف فيلم رح نعرض نهار الاحد هو جندارك مصرية لإيمان كامل. رح نشوف مع جندارك مصرية. منكون وصلنا هيك لآخر تيزر ومنترك للمشاهدين أنهم يروحوا ويتوجهوا على جوني على مدرسة المركزية بالهيستوريكال أمفيثياتر المسرح التاريخي لها المدرسة لحتى يشاهدوا كل ليلة عرض للأفلام. فيستيفال جوني الدولة السينمائي بنسخته الأولى بيستمر ل 22 شهر أنهار التنين. زاهي زند يعطيكم ألف عافية. مرسي. تحية لكل المنظمين. تحية لجوال للياس لكل الأشخاص للمتطوعين يلي كانوا مشاركين وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات. مرسي. مرسي شادي. وبرجع بشكرك كمان مرة على استضافتك لنا وإن شاء الله بنكون عم نحقق طموحات أهل جوني والحب للثقافة اللي موجود بجوني نقدر نحن نساهم نكون المساهمين لتحقيقه. وانتو على طريق صحيح. على كل حال شكرا لك زاهي الزند. اهلا وسهلا فيك. مرسي. مشاهدينا نحن وياكم منتابع صبحيتنا. بريك بيفصلنا عن متابعه احلى صباح. نو زابينج. تابعونا. من جديد صباح الخير لكم مشاهدينا ولكل يلي انضموا لنا بهذا الوقت على امل انه تكونوا عم تمضوا معنا احلى صبحيه باحلى صباح. وهلا اكيد رح ينضم لنا ضيفي السيد وجدي ابو دياب المؤلف والموزع الموسيقي لنحكي اكثر عن صعوبات المؤلف الموسيقي بلبنان. نحن كلنا بنعرف قد ايه الموسيقى لها اهميه بحياه الشعوب على مر التاريخ. هي لغه منا كلميه ولكن هي اقوى لغات التواصل بين كافة الشعوب شو ما كانت يعني انتماءاتهم ببلدانهم، انتماءاتهم الطائفية المذهبية العرقية لونهم ما بتفرق، ما في تفرقة. الموسيقى بتجمع الكل وبتوحدهم. أكيد ضيفنا إذا بدنا نحكي عنه رح يطول الكلام ولكن لمحة سريعة عنه. هو حائز على ليسانس بالتأليف الموسيقي وبكالوريا بالبيانو من المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار. حاليا هو مؤلف وموزع موسيقي بالإضافة لأنه استاذ مادة البيانو والمواد النظرية بالكونسيرفاتوار وعم بتابع دراسته العليا بآلة البيانو بالمعهد نفسه إضافة لأعمال كتيرة موسيقية رح نحكي عنها تباعا. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال. يعطيك العافية أولا. هيك بما أنه موضوعنا اليوم عم نحكي عن صعوبة المؤلف الموسيقي بلبنان، خبرنا شوي على مين يلقى اللوم ووين في تقصير. هل هو من الدعم من الأشخاص اللي بيأمنوا فيك أو من الشخص بحد ذاته؟ يعني قد لازم يعمل مجهود لحتى يوصل؟ هلأ هي صناعة عمل موسيقي عادة بتبلش بأنه الشخص يألف، طبعا يكون عنده هالفكرة الموسيقية ويبلش يشتغل فيها يطورها. هي الصعوبة تبلش بعد ما يخلص العمل، انك انت تقدري تنفذيه.
أول صعوبة إنك تلاقي حدا ينفذ العمل إن كان من موسيقيين أو كتسجيل. فعنا هون بلبنان الموارد شوي محدودة، ما في عنا غير يمكن أوركسترا واحدة بنقدر نشتغل مع إذا عمل كبير، وإذا أنسامبل كله بيكون على حساب المؤلف الشخصي. ما في كل الدعم بيروح للموسيقى شوي يمكن تجارية أكثر من الموسيقى الكلاسيكية. هيدا أول شيء. تاني شيء هو المشكلة بالمحل اللي بدك تقدمي فيه هيدي الموسيقى. للمسارح كتير قليلة عنا، يعني يمكن بلبنان كله في 3 أو 4 مسارح، ما قلت تستوعب هيك أعمال. وكمان في المشكلة اللي بتجي بعدها هي قدي الجمهور معود يسمع هيك أعمال. صحيح. هي مش مشكلة بس بلبنان، حتى برا وقت تكتب موسيقى حديثة عادة العالم تروح تسمع للكلاسيك القديم المعروف، بس قليل تتقبل موسيقى جديدة معاصرة اللي بتحكي لغة هيدا العصر. نعم، هون نحن عم نحكي عن الثقافة الموسيقية يعني وأهمية نشرها وكمان نربي أجيالنا وأطفالنا عليها. هون قدي يعني بتشدد على أنه المدارس كمان تدخل مفهوم الموسيقى الكلاسيكية وهيدا العصر الذهبي يلي بعد في كتير أشخاص بيسمعوا ولكن هن أقلية بالنسبة للأشخاص اللي بيفضلوا الموسيقى التجارية. شو بتحب هون تحكي بهذا الموضوع؟ طبعا المدارس هي يمكن لأنها بتربي أجيال، لأنها ببلش مع الولاد الصغار لأنه حيصيروا بعدين بالمستقبل حيكون عندهم هالوعي، مفروض يبلش بتعليم بالمدارس. هلا أنا بالكونسيرفاتوار طبعا منساعد كتير، منقدم حفلات مجانية بتكون العالم تجي تحضر، منشدد على أنه الأهل كمان يجوا يحضروا. طبيعي لازم تكون بكل برامج المدرسية في حصص موسيقى، مش بس حصص موسيقى كرمال حفلات، كرمال مثل ما قلتي ثقافة موسيقية، يكون في جزء من يمكن من البيت من القعدة بالبيت اللي هو يسمع موسيقى يتعرف وشو في أنماط تانية من الموسيقى غير الموسيقى اللي نضطر نسمعها كمان بحياتنا اليومية اللي بتتبنيها الشركات الكبيرة وتعرضها وين ما كان. حضرتك ربيت ببيئة عائلية يعني ربيت على أجواء الموسيقى الكلاسيكية أو من المدرسة، أو من وين بلش شغفك لحتى نشوف نحن كيف بدنا نقدر بلش ننشرها هلأ مع الأجيال اللي جاية؟ هلأ أنا بعائلتي كان في حب للموسيقى طبعاً وتشجيع، ما كان في ناس موسيقيين، بس بلشت معي من وراء المدرسة. أستاذ هلأ وجهه تحية، أستاذ عباس القاسماني، هو اللي حببني بالموسيقى وقت شجعني ووجهني لوين روح المحل الصح، وبتشجيع الأهل كمان كفيت الدراسة، وهي مثل مغناطيس يعني مجرد ما تبلشي خلص تصيري انت تكفي بطل فيك تتركي تبعدي. نعم. وعلى كل حال مع السيد عباس القاسماني يلي هو عازف العود سماني. اكيد كنت عندك له كان لك معه البومين صح؟ صح، البوم ارتحال. نعم. مع استاذ عباس كان، وفي شاركنا 3 مرات مع الاوركسترا الشرقيه مع المايسترو اندريه الحاج بيقطع على الاوركسترا والعود، كنا على 3 سنين ورا بعض كنا هو عم بيألف أنا عم بوزع. نعم، وهذا دائما فيك كمان لحتى يكون تلميذه عم بتربى كمان على الأساليب يلي علمك إياها وتطور حالك كمان وتخلق هوية خاصة طبعا فيك. وخصوصي أنه أنا كان مجالي يمكن غربي أكتر، أنه درست بيانو، درست تأليف موسيقي غربي، وهو طبعا بيعزف عازف عود يعني مثل كان ديو ناجح، كملنا بعض هو بالنفحة الشرقية وأنا بالتوزيع الأوركسترا اللي وصل. نعم. بيوصلها للحفلة. ومش من زمان بما أنه عم نحكي عن المقطوعات وأعمالك الموسيقية الكتيرة يلي رح أكيد نحكي شوي عنها، جمعة الماضي قدمت مقطوعة تحت اسم Oriental Sketches كانت بفيينا. كانت ببيروت. ببيروت بس صحيح. الحفلة كان عنوانها فيينا بيروت. فيينا بيروت هي تقليد سنوي بنعمل السفارة النمساوية كل سنة، بتجيب الموسيقى اللي بتنعزف بفيينا على رأس السنة على بيروت. يعني نقلت أجواء فيينا على بيروت، هيدا قصدي. بالضبط، هي كانت الحفلة الحفلة مش كلها لقلي، كان في أنا القطعة المؤلفة Oriental Sketches هي مثل ضيفة على البرنامج بالحفلة مع المايسترو مانفريد ماساور. هي القطعة بالأساس مكتوبة لبيانو ورجعت توزعت بعدين للأوركسترا. الجديد فيها القطعة أنه بتركزي على المقامات العربية اللي هي جديدة، أنه الأوركسترا تعزف الربع الصوت العربي وعلى الإيقاعات العربية كمان، كانت هي سويت دانسز. نعم. 5 رقصات، كل رقصة كانت في إلها مقامة وفي إلها إيقاعاتها، وطبعاً توسعت للأوركسترا وتنفذت بإشراف المايسترو مانفريد ماساور.
نعم مع الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية. صحيح. أكيد يعني رح نشوف الفيديو لحتى نعرف أكثر عن شو عم نحكي نرجع منتابع. فيديو ما ممكن يخطر على باله إنه يكون ببيروت، يعني بفيينا محط مع نفحات بيروتية عربية مثل ما حكينا الجديد اللي زدتوه على هيدي المقطوعة. صح، بس أرجع أحكي عن الحفلة شوي. هي كانت عم تقدم موسيقى المؤلفين النمساويين من شتراوس مثلا، كلها كانت حفلة فالس بامتياز. ضمنهم مرقت القطعة، أرجع أقول أحكي عن القطعة هلأ اللي سمعناه إحنا هو آخر بارت من القطعة، يعني هي خمس رقصات. هيدي الرقصة الأخيرة هي من مخيم صبا وإيقاع كان الوحدة الدارج، اللي هن إيقاعات، هذا إيقاع تقليدي عربي، والمقام الصبا هو كمان مقام عربي. كان الأساس بالتأليف هيدي الموسيقى، يعني كان المنبع هو الموسيقى العربية. توسعت للأوركسترا وكتير صعب الشغل مع المقامات العربية، لأنه أول شيء العازفين أغلبهم أجانب، ما في بدينتهم هيدا الربع. كان في شوي خوف أول شيء إنه ما يقدروا ينفذوا العمل، بس بسم الله عليهم. يعني مثل ما قلنا هون أهمية الموسيقى بحياة الشعوب، لأنه هي لغة بتوحدهم بغض النظر إذا بنفهم لغة بعضنا الكلمية أو لا. بالضبط، هي يعني أنا بالنسبة لي الموسيقى هي أكثر فن تجريدي، وكل ما يكون الفن تجريدي أكثر كل ما يوصل أكثر بلا ما يفوق يكون له حواجز. نعم. خليني أحكي شوي كمان عن أعمالك الموسيقية لحتى أكثر نعرف المشاهدين عن أعمالك. تم نشر مقطوعتك يلي اسمها تقاسيم للريكوردر والهاربسيكورد بألمانيا. صح. كما أيضا شاركت كمؤلف بعدة حفلات منها أوبوس 1 و 2، وأيضا عيد الموسيقى بسنة 2016، وحزت على شهادة تقدير واتشاركت بمسابقة للمؤلفين الشباب للموسيقى المعاصرة بسيرجي بونتواز بفرنسا. صحيح. وأيضا بروما كنت موجود مع أوركسترا كونسيرفاتوار سان سيسيليا، قدمت قطعتين من توزيعك. يعني اسم الله الانتشار عالمي بين فرنسا بين ألمانيا بين إيطاليا. طبعا هي هلا بالموسيقى الحديثه، يعني مثل ما بنكتب نحن مش موسيقى كلاسيكيه، هي يمكن امتداد للموسيقى الكلاسيكيه. يمكن برا شوي اسهل تتقدم هيك اعمال، لان في جو اكثر فعليا الكوندكترز اكثر بيتعاطوا مع الموسيقى الحديثه، عندهم خبره اكثر بكيف ينفذوا هيك اعمال. نعم. هلا بدي احكي بس شوي عن تقسيم. أكيد تفضل. تقسيم هي قطعة للريكوردر فاميلي، للي ما بيعرف الريكوردر هي آلة الفلوت تبع المدرسة. هي في لها كذا نوع، يعني في الصغير التنور الألتو لتوصل إلى الباس الكبيرة، ومع آلة الهاربسيكورد اللي هي مثل قبل ما يتطور لبيانو كان الهاربسيكورد آلة صغيرة. انكتبت كمان اسمها تقاسيم، كمان مستوحات من التقاسيم العربية. هي ست قطع صغار، وقتا تقدمت ببيروت كمان، وتقدمت مع العازف فريد رحمة هو انترناشنال بلاير، عزفها بوركشوب بألمانيا، واتصلوا فيه من شركة تري فونتان رونالد بروكس والمسؤول كمال تم نشرها، فتم طباعتها وهلا عم تنباع وعم تتقدم بألمانيا اكثر شيء. اوكي حلو، يعني اكيد الف مبروك على كل هالتعاون يلي اكيد بقدمك خطوه وخطوه اكثر حول النجوميه. طبعا. العالميه، وقلنا فخر انه تكون حضرتك من لبنان. هيك يعني كمان خلينا نحكي شوي عن العلاج بالموسيقى يلي كنا عم نحكي عنه تحت الهواء واهميته، شو فينا نحكي عنه، وايضا قد ايه بيريح نفسيته للمريض. طبعاً هلأ في شقين العلاج. هلأ الدارج يمكن هو الميوزيك ثيرابي، هو صار في اختصاص بكذا جامعة، كيف تدرس كيف أنت تقدر تعاطي مع الأولاد من خلال الموسيقى، خصوصي مع الأولاد اللي بيعانوا من مشاكل مثل التوحد أو فكيف أنت تقدر تخلي هالولد ينفتح على المجتمع، يقدر يتواصل أكثر من خلال الموسيقى، من خلال موسيقى معينة بيسمعها، من خلال طريقة بالتواصل بالإيقاع بالحركات بالأصوات اللي بيقدر يطلع. كمان في شركة قبل بيوروب عملت ببليشنج لقطع لموزارت، صنفتهم حسب دراسة معينة إنه كل قطعة أو كل قطعة بتفيد ناحية معينة، يعني واحدة بتروق يمكن الأعصاب، واحدة بتخفف غضب،
وحده بتعطي شويه امل، ما بعرف كل وحده بتعالج نقطه بالزبط. نقطه ضعف عند الشخص. هي لانه الموسيقى بالاجمال بتتواصل مع الدماغ، وكل منطقه بالدماغ في فريكونسات معينه بتحركها. نعم. هلا بالاجمال كل تلاميذ الموسيقى بيتقدموا، بيصير في تركيز اكثر، بيصير في رواق اكثر، بشكل عام بتخليك تنفتحي اكثر، تسمعي راي الاخر اكثر، خصوصا اذا كنت عم تدرسي مؤلفين مثل باخ اللي هو بيشتغل اكثر شيء بالكونتربون اللي هي كذا صوت ماشيين مع بعض بنفس الوقت. نعم. يعني على كل حال هي بتهذب النفوس والعقول والقلوب. طبعاً. ونحن بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه على كل الانجازات السيد وجدي ابو دياب المؤلف والموزع الموسيقي، على امل اللقاء مرة جديدة هيك بمقطوعات جديدة نقدر أكيد نتشاركها نحن وياك والمشاهدين. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. وهلأ مشاهدينا كمان بأجواء الموسيقى منضلنا ومنروح سوا لنشوف شو محضرنا المنتج والمنفذ الزميل بيير حداد بهيدا السيجمنت عن ستارد نيوز، لحتى نشوف أخبار النجوم هون بلبنان بالعالم العربي وحول العالم. نشوف سوا مشاهدينا، نحن وياكم منتابع صبحيتنا، وعتروحوا عليكم السوب يلي رح تحضرها شيف نادين بختام الحلقة، شامبينيون وكمان شوربة القيمة، هيك لكم عندكم وصفتين شوربة بهالبردات اكسلنت وام شور سوبر يامي كمان، فتابعوها بختام حلقتنا. انما هلا نحن وياكم رح نتوقف عند موضوع يمكن ما مننتبه له، ما بنعرف انه هالقد ممكن يأثر بنطاق العمل، بنطاق الانفيرونمون يلي بنوجد فيه، لحتى نكون منتجين اكثر، نكون عم نستفيد من الذكاء تبعنا. الى اوقات بنكون سوبر اذكياء وبكون عندنا رؤيه للامور بس ما بنعرف نوظفها لحتى نتطور نتقدم على صعيد العملي وعلى صعيد الشخصي بالمجتمع. عم بحكي عن الايموشنال انتليجنس شو هي، رح نتعرف على كل تفاصيلها. بصيرني استضيف معي بالاستوديو ساندريلا مجاعس استاذه جامعيه. صباح الخير. بونجور سادي. اهلا وسهلا فيك ساندريلا. اليوم لما نحكي عن الايموشنال انتليجنس، يعني في كثير ناس سوبر اذكياء بس ما بيعرفوا يوصفوا هالذكاء بنطاق العمل ولحتى يطوروا حياتهم ويتقدموا لقدام. قبل ما نحكي باي تفصيل، كيف بدنا نعرف نعمل انترودكشن عن الايموشنال انتليجنس؟ اوكي سو رح نبلش نحكي شوي شو هو الايموشنال انتليجنس. اول شيء بدنا نقول انه بلش نتعرف على التيرم بال 1965، بس بعدين تا يكون هالشيء بروفن اخذ شويه وقت للناس صارت عن جد تامن انه الايموشنال انتليجنس شيء اساسي بالعمل وبالحقل المهني. بعدين صرنا بالميد 90s نعتمده كطريقة أساسية للنجاح بمجال البروفيشنال بالشرك بالكوربوريتس، إذا معلمة مع تلاميذها، تنبلش نحدد شو هو. هو إنه يلي هو إنه نقدر نحدد مشاعرنا أول شيء، الإيموشنز تبعنا، نقدر نحدد شو نقاط القوة عنا وشو نقاط الضعف، ونشتغل عليها إنه نحولها على شيء يقدر يفيدنا بدل ما شيء إنه يردنا لورا. مرات كتير المواقف تبعنا أو الرياكشنز تبعنا ببروفيشنال انفايرمنتس بتأدي إنه نحنا ما نتقدم بالعمل، أو بتأدي إنه نخسر فرص أساسية أو نخسر ديلز، أو مرات opportunity بتبقى طارحة حال علينا بس لأنه reaction تبعنا ما بتكون مدروسة ما بنقدر إنه نتقدم. فالإيموشنال انتليجنس بس نقدر نعمل براكتس عليه، هو من السكيلز الأساسية لحيالله إنسان بحب يطور حاله بالحياة بالمجال المهني خاصة. يعني اليوم رح نكون عم نحكي خاصة بالبروفيشنال بالمجال المهني مزبوط. لحتى نكون عم نطور بنطاق العمل. بنطاق العمل اليوم لما تقولي بدنا نشتغل على هذا الموضوع وعرفنا عليه، يعني صرنا نعرف تقريباً شو الصورة الواضحة قدامنا، ولكن كيف بدنا نشتغل عليه؟ يعني شو بدنا ننبش بذاتنا لحتى نضوي على الإيجابيات ونضوي على هالبوينتس اللي عم بتقولي عنهم يلي بيقدمونا لقدام؟ كيف بننطلق بالبحث عن هذا الموضوع؟ مزبوط. هلا أول شيء بس بدي أقول إنه في big distinction بين الـ IQ يلي هو الـ native intelligence اللي بيخلق معنا من الأساس. نحن وقتها بنخلق بيكون عنا level معين من الذكاء، وبعدين منطوره يلي هو الـ IQ منطوره بالكتب بالـ education بالمدرسة بالـ case studies بحيالة شيء بنكون نحن عم نحاوط حالنا فيه. ولكن الـ EQ هو طريقة نحن تعاملنا مع المواقف، يعني كيف أنا بقدر اليوم إذا حدا بالعمل قال لي شيء أنا ما بيناسبني لنعتبر كريتيسيزم، ما بقدر أتقبل الكريتيسيزم، كيف أشتغل على حالي إنه أنا صير أقبل هيدا الشيء وهيدا الشيء يصير يطورني لقدام؟ لأنه لما أنا بقدر حط حالي
محل الشخص يلي واقف قدامي بقدر حط حالي بنفس الموقف، بقدر أقدر له ظروفه، بقدر أقدر له ليش هو عم بيحكي بهالمنطلق، ساعتها أنا بقدر to digest هالمعلومات وقدر طور حالي. ولكن طالما أنا مسكرة على حالي، ماني مستعدة قبل ولا شيء من ولا حدا موجود حوالي، طالما أنا بعدني ما عم بقدم حالي، وطالما رح أخسر فرص كتيرة قدامي عم تطرح حالها، الاي كيو بيجي من ورا البراكتس. سو وقت بنعمل هالديستينكشن انه عندنا الاي كيو ديجا موجود وبدنا بس نحصنه بالاي كيو يلي هو كيف بقدر حط حالي انا بالسلف اويرنس ستيج اللي هن مبدئيا اربع ستيبس. اول ستيب منهم يلي هي سلف اويرنس، انا اقدر اعرف وين نقطه ضعفي، وين نقاط القوه عندي. في ناس عندها نقاط قوه مثل فاست ليرنرز، حدا بيقول لك بتقول له شو نقطه القوه عندك، بيقول لك انا حدا بيتعلم بسرعه، او انا حدا عنده بيشنس. نقاط ضعفه ممكن تكون حدا متسرع، حدا منه منظم، حدا ما بيعمل تايم مانجمنت. سو كيف اقدر انا استعمل كل هالكومبينيشن هالسكيلز اللي عندي اياها لاتقدم، لاقدر صير ليدر؟ الناس اللي عندها طموح انه تكون ليدرز او يكون عندها مناصب اعلى بشغلها مجبوره تحسن حالها بالاي كيو سكيلز، والاي كيو سكيلز بتجي من ورا تريننجز عم نعملهم كثير، وخاصه هلا الشرك حتى الجامعات المدارس بصفوف صغيره عم نشوف كوميونيكيشن كلاسز، لانه مضطرين انه نتعامل مع اللي حوالينا بطريقه ذكيه. وبدي معلي نوه هون انه هيدا ما خصه بالسايكولوجي، ما عم نحكي سايكولوجي وما عم نحكي مورال فاليوز ولا عم نحكي اخلاق، وهيدول بنربى فيهم بالبيت، هيدول اشياء سكيلز بنتعلمها بالاكسبيرينس تبعنا لحتى نقدر هيك توديل يعني ونتعامل مع الموقف، مع الناس، مع الاشياء بوقتها بلحظتها، لانه اوقات بتكون تو ليت، بتمرق من قدامنا الاشياء وما بننتبه لها. اذا بدنا نحكي شوي عن ريسبونس تو تشالنجينج سيتويشنز، يعني لما نحكي عن التجاوب مع التحديات اللي بتواجهنا بنطاق العمل ويلي بتودينا ببعض الاحيان ليكون عندنا اوقات بتحبطنا، فضروري يكون عندنا سيلف موتيفيشن، يكون عندنا هالتحدي اللي نحن بنخلقه لحالنا لنقول انه اذا عم يتحدوني ما فيي اعمل، لا بلا فيي اعمل ونص كمان. مزبوط، الكومبيتيشن بالبروفيشنال انفايرمنت، ومش بس الكومبيتيشن، حيلا رياكشن من حدا بيشتغل معك هي اساسيه لانت كيف ممكن تطور التيم ورك. يعني نحن وقت بنكون عم نشتغل بمجموعات كثير قليل الناس اللي بتشتغل لحالها، فإذا وقت نشتغل بمجموعات مضطرين أنه نكون عم نتعامل مع اللي حوالينا بطريقة ذكية. طريقة ذكية هي أنه نقدر نفهم ليش هن عم بيقولوا هيدا الشيء، ونقدر الرياكشن تبعنا تكون مدروسة 100%. ما بقدر أنا اليوم إذا حدا إجا قال لي بالشغل شغلة معينة ابقى أنا أخذها على intentions أنا حللتهم لحالي، ما أكون أنا عن جد عم بعمل communication proper communication. إذا حدا بحب يشتغل بتيم ورك، بحب يشتغل بسبيريت معينة بكولابوريشن، لأنه بنعرف أنه النجاح ما بيجي يعني بيقولوا ايد لحالها ما بتزقي، مجبور تتعامل مع كل هالناس اللي بتشوفها كل يوم، والناس ما بتجي مثل ما انت حاطت براسك بروتوتايب معين انه انا الناس بدها تكون بهيدا القالب. الناس كل واحد عنده باك جراوند مختلف، وعنده سيت اوف سكيلز مختلفه، وعنده كاركتر مختلف. انت تقدر تتعامل مع كل هالكاركترز مضطر انت يكون عندك ليفل معين من الايموشنال انتليجنس. واهم نقطه بالايموشنال انتليجنس انه الانسان يكون فلكسبل وادابتيف، يعني بيقدر يتحول يتأقلم مع حيالله سيتويشن تطرح حاله. نعم، هون بنوصل لل يعني خليني اقول الواحد يحصن حاله من هالنيجاتيفيتي اللي اوقات مزبوط بتصير حواليه، لانه كلنا يعني ما في حدا بنطاق شغله بنطاق عمله الا ما بيكون في اوقات ناس يمكن هيك بتكون قاعده عم تتسلى بس بتحب تحرتق، انه هيك بدها تنكوز بتحب تنكوز لو ما بده يطلع على شيء بس لا تفشل. او في ناس يمكن انتنشنلي لانه هي بيكون عندها اندر استيميشن لحالها فبتجي بطريقه ضغط معين لحتى تخفي هالنقص يلي عندها اياه بالباور يلي بتبينها، مع انه يمكن هي منا فهمانه قد الشخص اللي عم يشتغل. كيف بدنا نشتغل هون لحتى نقدر نعمل بلوكينج لكل هالسلبيه يلي بتصير حوالينا انتو بلوسم، لانه الواحد كمان اذا ما تطور وما هيك حس حاله عم يتقدم في مشكله. يعني هلا انا بدي اقول لك انه حس انه عندك اي كيو كثير عالي لانه استعملت كل التكنيكال تيرمز المضبوطين، بس بدي اقول لك انه الواحد بده يكون برو اكتيف. كيف بنحسن حالنا؟ انا بعد اكسبيرينس كثير اشتغلت على حالي بالاي كيو كثير،
قدرت انه ما اقدر احط حالي بموقف انا ما يعني ناس تقدر تاذيني فيه. لما بتصير تحسن حالك بسكيلز وتعمل تريننج كتير، وهلا صرت بمرحله عم بعمل انا التريننج، صرت بقدر اقول انه ما بقى احط حالي بموقف الناس بتاذيني فيه. ولكن سابقا توصلت لهالمرحله انأذيت كتير. يعني ما في انسان بيخلق بيعرف كل شيء، مشان هيك عم نقول انه الاي كيو از اكوايرد، يعني بتطورها بالسكيلز تبعك. اول شيء بدنا نعمله نكون برو اكتف. انت ما بتحط حالك، ما بتدعس محل منك اكيد انه هيدا المحل هو سيف. One. Two, not to share too much information. You share just the necessary. يعني ما في لزوم انه the less they know the better. Yes, exactly. The devil is in the details. Exactly. ف the less they know the better. ومش بس هيك، نحنا ممكن نتشارك بالمعلومات مع ناس نحن عارفين هن شو اهدافهم، ولكن انسان ما بتعرف شو هدفه، كيف ممكن تعطيه معلومات يأذيك فيها او تكون متواجد معه بسيتويشن انت منك واثق شو الكونسيكوينسز تبعها، يقدر يلعبها ويستفيد منها ضدك يعني. صح. فاذا اذا انت عندك اي كيو عالي، وابيرنتلي يو هاف، عم نحكي عن شخص ان جنرال، بس انه اذا عندك اي كيو عالي بتقدر انه انت تحط حالك بمواقف الناس ما فيها تاذيك فيها، وهيدا بنرجع بنقول تجي بعد اكسبيرينس. ما حدا بيخلق او بيتخرج دغري او هيك وبيكون عنده اياها، الناس عندها اياها بنسب متفاوته. صحيح. ولكن مع اكسبيرينس ومع سكيلز بنقدر انه ما نحط حالنا بمواقف تحرجنا. يعني مهم الواحد يعرف يكتشفها ويعرف نقاط القوه تبعه ليقدر يبرزها ليحصن. يعني تلاميذنا اول شيء بنقول لهم بليز انتو ديفاين وات از يور سترينث، انت شو نقطه قوتك بالحياه، هيدا يو هاف تو هايلايت ات، ونقطة ضعفك لازم تشتغل عليها لتصير نقطة قوة. يعني في اشياء كتير بنكون نحن مفكرين انه نقاط ضعف، ولكن هي لا، بالاساس اذا بتستعملها صح بتكون بتوصلك لمحلات كتير. يعني صحيح. قبل ما نعلق على سري صور يلي بدنا نشاركهم مع المشاهدين ونعلق عليهم بالبرزنتيشن كمان، بدي توقف عند نقطة يلي هي بما يتعلق بالقيادة leadership. يعني مش كل شخص بيقدر يكون leader، اوقات بيكون في حدا بموقع قيادة ولكن بيكون فاشل. مزبوط. وأوقات بيكون في حدا بموقع قيادة بيحفز وبيحمس الناس يلي حواليه، بيصير الأشخاص يلي معه التيم معه يشتغلوا دوبل وتريبل، بالوقت يلي شخص تاني ممكن يبرهن عن فشله لما هالأشخاص يصيروا ديموتيفي ويكون بطل عبالهم يشتغلوا ويتعاونوا. كيف بدنا نعمل هون لحتى نبين هالموضوع ومش كل واحد فيه يكون ليدر على كل حال؟ مزبوط. مشان هيك بنعمل ديستينكشن كتير كبير ودائما بنعملها بين مانجر وبين ليدر. شو الفرق بين مانجر وبين ليدر؟ المانجر هو الانسان يلي بيعمل جوست لو نيسيسير وبقول للعالم انت بتعمل هيك وانت بتعمل هيك، ولكن كتير في فرق بين انه انا مجبوره اعمل هذا الشغل او انا عبالي اعمل هذا الشغل، انا حابه اعمل هذا الشغل. يعني the difference is really too much، لانه فرق الموتيفيشن كيف بيطلع الاوتكم تبعك بين انه انت جاي من كل قلبك على شغلك، جاي عم تشتغل كتير موتيفيتد، وبين حدا جاي بس يعمل واجباته ويفل ما بيتقدم ابدا. فاذا الليدر هو حدا بالاساس. هلا اذا بدنا نشوف، ما بعرف اذا حيقطع يلا بنبلش المره التابلو باخر سكشن من الاي كيو. هو الليدرشيب، يعني هي اعلى ليفل من الاي كيو هو الليدرشيب، يلي هي الابيليتي انه تقدر تعمل موتيفيشن. هون الديفينيشن عشان اللي انطلقنا منها وحكينا. مزبوط. وهون how to balance between your emotions and your IQ، يعني البالانس بين الاي كيو والاي كيو يلي هو النيتيف انتليجنس والايموشن انتليجنس اللي وي اكوايرد ثرو اكسبيرينس، هو الاساس لما بنعمل كومبينيشن. بعد بليز بعد وان مور سلايد. اوكي سو بنشوف انه بالفور ستيبس تبع الايموشن انتليجنس اعلى مرحله هي الليدرشيب. لما انا بكون باول مرحله عملت اويرنس لنقاط ضعفي، اي ديفايند ماي سترينث وماي ويكنسز، ثاني مرحله ببلش اتقبل الانسان الاخر يلي عم بيشتغل معي، بقدر اعرف شو هن نقاط ضعفهم هن، شو نقاط قوتهم هن، كيف انا اكون الانتنشنز تبعي او البروجرس تبعي منفصل عن البروجرس تبعهم، وكيف بنفس الوقت بقدر اكون تيم بلاير. سو بالاساس بشتغل على حالي، بعدين بشتغل على الناس يلي حوالي اقدر افهمهم واتعامل معهم، واعمل سيلف ريجوليشن على كيف ردات الفعل تبعي بدها تكون على حيالة موقف بنحط فيه. واخر ليفل يلي بنوصل عليه واللي هو الليدرشيب، كيف تقدر تعمل موتيفيشن للناس بيشتغلوا معك، كيف انت تقدر كمان تساعدهم يكتشفوا هن وين نقاط قوتهم وكمان تو هايلايت فور دام، او انت كمان كليدر تستفيد منهم بالعمل، وكيف تقدر كمان تخلق
تيم وورك وجو كولابوريشن بقلب بقلب الانفايرمنت تبعك. يعني شفنا هالاهميه اللي حكينا فيها، حكينا كمان عن التفاوت ما بين لو ايموشنال انتليجنس وهاي ايموشنال انتليجنس، يعني هالتفاوت اللي الواحد ممكن ما يكون عارفه بحاله ويكتشفه. بدي اتوقف كمان عند نقطه مهمه، الفايف كومبيتنسيز اوف ايموشنال انتليجنس، يعني لما نحكي عن كفاءات الخمسه للذكاء العاطفي، هيك كيف فينا نتوقف عند هالخمس اللي هلأ نقاط يلي مرقوا، يلي هن سلف اويرنس، بعدين كيف يور اوير اوف ذا اذر، بعدين كيف تشتغل على السوشيال سوشيال كوميونيكيشن، وفاينلي كيف تشتغل على موتيفيتينج اذرز وعلى وصول على الليدرشيب. يعني هي كل هالمرحله يعني كل هالمراحل يلي نوصل لها. بس قطع كمان سلايد كنا بدنا نحكي عنها، يلي هي شو هن صفات الانسان يلي بيكون عنده لو emotional intelligence وهاي اللي عنده low emotional intelligence بدنا نقول عنهم هلا اللي عنده low EQ بيكون إنسان كتير مسكر على حاله، منه يحن مزبوط عم بيقطع قدامنا، إنسان منه مستعد يسمع ولا شيء من أشخاص يمكن بيعرفوا أكتر منه بمجالات معينة، إنسان بيتبع التفاصيل بس بطريقة نيجاتيف مش بطريقة بوزيتيف، لأنه الإنسان اللي عنده high EQ هو الإنسان النيت والميتيكولس، أما الإنسان يلي عنده low EQ هو الإنسان اللي بيلحق تفاصيل منا مهمة. كمان باللو انتليجنس باللو ايموشن انتليجنس وبالهاي ايموشن انتليجنس في عنا الفرق بين انسان يكون انتروفيرت واكستروفيرت. اكستروفيرت يعني انسان بيقدر منغلق على حاله منغلق على حاله او منفتح انه يقدر يتقبل الاخرين ويتقبل انه هن كمان بدهم يتقدموا بالحياة، مش نقدر نطلع على الدرج ونحنا عم نوقف على ناس تانيين، لا بدنا نطلع على الدرج ونحنا مسكين ايد ناس تانيين معنا. في كتير ناس بتوصل شوف في ناس لازم تفهمها هاي تحديدا فبدنا نطلع على الدرج ونحنا عم نتشارك مع غيرنا. هون قديش عندك سيلف كونفيدنس، قديش انت انسان اسيرتيف يعني انسان اكيد انسان قيادي، ممكن يكون عندك انيسياسيون انك مش بس تكبر لحالك ولكن الناس اللي معك يكبروا معك لما انت بتتقدم. فاذا هيدا اللي قطعت هلا السلايد هي بتلخص اهم كواليتيز للهاي الاي كيو. وبليز بدنا نقول لكل اللي عم يحضرونا انه بليز اعملوا ريسيرش على الايموشنال انتليجنس، اذا فيكم تاخذوا تريننج خذوا تريننج واشتغلوا عليها اشتغلوا على حق لانه هيدا بتعطي بيرسونال اسيرتيفنس كثير بتريحك بالحياه، بتحطك بمواقف كثير ممكن تكون مفيده لك على صعيد شخصي وعلى صعيد مهني كمان. اكيد ساندريلا يعني الحديث متعه معك بهالموضوع لانه هالقد قد يور اوير عن السبجكت، كثير هيدا شيء ريحني كمان بالمقابله. ثانك يو لك، ان شاء الله دائما بنلتقي لحتى نحكي عن مواضيع هيك نقدر نشتغل نتطور على حالنا نكون انسان افضل وفاعل بمجتمعنا بنطاق عملنا، هيك بيكون العالم بألف خير. انا بدي اقول لهم يعملوا لايك للبيج ساندريلا مجعس ذا بيج، لانه دائما بحط على الايموشن انتليجنس ودائما تابع هذا الموضوع لاني تخصصت بالموارد البشريه، فهذا الموضوع كان شيء كتير اساسي لإلي. وبليز روا عنه وتابعوا وشوفوا شو هن السكيلز اللي فيكم تشتغلوا فيهم على حالكم. خلص هو بالفولو يو على كل حال لكل الاشخاص اللي كمان على بالهم يرجعوا يحضروا على البيج تبعنا كمان لايك ورجعوا احضروا هذا الانترفيو بكل تفاصيله. ساندريلا مجعس شكرا لك، بتمنى لك نهار حلو وويكند دافي. ثانك يو بهالبرديت، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بننتقل للقسم الاخير بحلقتنا بعد الفاصل. شيف نادين بتكون عم بتحضر شوربه القيمه وبتكون عم بتحضر شوربه كمان من نوع اخر بالفطر بالشامبينيون. بريك ومنتابع نو زابينج. وصلنا مشاهدينا للفقرة اللي كتار منكم بينطروها والمحببة على قلوب كتار، أكيد ستات البيوت ناطرين الشيف نادين القسيس اللي رح تحضرنا اليوم شوربة القيمة مزبوط. هاي ايفا ويلكم باك وانا كمان اليوم مثل ما قلتي رح نعمل دو سوب بما انه سقع كثير وهيك، فقلت يلا مرق دو سوب مختلفين كليا، وحده شرقيه وحده فرنسويه. طريقه التحضير كمان بتختلف كثير، فخلينا نبلش نحكي عن شو هن المكونات وعن طريقه التحضير كل وحده منهم. اوكي خلينا نبلش بالقيمه. اولا شوربه القيمه نحن بحاجه للحمه المفرومه الناعمه، اكيد اللحمه المفرومه
نعمه المفروض نضيف لها البهارات، بهار حلو، قرفه ناعمه، بهار ابيض وملح، اوكي بنخلطهم اكيد كلهم مع بعضهم وبنعملها كريات صغار، بولات صغار، هيدا بالنسبه للحمه. فينا نفوتهم بصينيه على الفرن تنشوى شوي صغيره، بس انا ما رح ادخلها على الفرن لانه بدي المرقه تبعولها تضلها موجوده ونكهه اللحمه تضلها موجوده بقلب الطنجره، فمشان هيك رح اعملهم كلهم هيك كمان بتفادى جلي، يعني اعلمهم كيف يطبخوها هيك سريعه. مزبوط. كمان احنا بحاجه للبقدونس المفروم الناعم، هيدا بالمرحله الاخيره فينا نزين فيهم او فينا نضيفهم عليها كمان، اولا بيعطيها لون بقلبها وما بتطلع كثير هيك لونها اذا بدك بيج او مزبوط، او فينا نزين فيهم كمان بصل مفروم ناعم، رز المصري يعني حبته صغيرة، وملح أكيد وبهار أبيض رشة بالآخر. أوكي. وكمان بدنا نضيف لها من بعد ما تخلص رشة مسكة كتير صغيرة. أوكي هيدي شوربة القيمة. أوكي. كتير طيبة من الشوربات عن جد اللي شتوية إذا بديك. معروفة هي؟ أول مرة صراحة بسمع فيها. عادة نعمل شوربة دجاج عرفتي، بس هي بدل ما تنعمل شوربة دجاج نحن عادة نطبخها بنحط بقلبها الرز المصري أو بنحط بقلبها شعيرية أو كذا، لا هي لحمة بسموها شوربة القيمة. أوكي. الكريم شامبينيون هي كليا طريقه تحضيرها غير، بتشبه كثير الكريم داسبرج، يعني فينا نعملها بالشامبينيون فينا نعملها بالاسبرج. طريقه تحضيرها بتبلش بروق ابيض يعني زبده طحين بنفس الكميه، بنضيف لهم المرقه، فينا تكون مرقه دجاج وفيها تكون مرقه لحمه، تدريجيا نحن عم نحرك تيصير في عندنا شيء اسمه فولوتي، بنرجع بنضيف لها الفطر، فيه يكون فطر علب او فطر فريش مثل ما هو، بنغليهم حتى الفطر نحسهم هيك بلشوا يدبلوا، من بعد ما يدبلوا بنضيف لها كريم فريش 200 غرام كريم كوكينج كريم اذا بدك. أوكي. اللي هي كريم طبعا طبخ مزبوط، وملح وبهار ابيض، وبتتزين بالاخر اكيد برشه اوريغانو برشه اذا بدك حبق شو ما كان، وبيتقدم حدا كروتون اللي هو كنايه عن توست محمص انا اوريدي حضرتون. اوكي اكيد بنجيب توست طري بيتقطع بالسلاد مزبوط بيتقطع بالتشيكن سيزر صحيح، بتتقطع من كل الميلات هي وطريه، بنرجع بنقطعهم كيوبز وما بندخلهم على الفرن وبنحمصهم وبيتقدموا حد الشوربه. هلا تحمسنا لحتى نشوف خلينا نبلش كيف طريقه التحضير. يلا بطريقه قد ايه بدهم تقريبا وقت شاف لحتى يستووا وتصير الطبخه جاهزه؟ رح نبلش هلا بالبصل، نحن ماكسيموم هلا بتشوفي الشامبينيون خلال 7 دقائق بتكون طالعه، ما بدها كثير وقت. الشوربه القيمه بدها شويه وقت اكثر، يعني ما بتخلص معنا على الهواء لانه بس حتى تفتح حبه الرز. اوكي على كل حال فيهم يرجعوا تبوك على صفحتك على الفيسبوك او صفحتنا مزبوط، يعني انا رح طبقها كلها سوا واكيد بنتركها على نار خفيفه ومغطيه الطنجره حتى تفتح حبه الرز وبتصير جاهزه. شوربه القيمه رح بتعقد بفضل الرز اللي رح نضيفه لها، يعني ما رح تكون مي وكثير سايطه اذا بدك. شوربه الكريم شامبينيون رح بتعقد لانه في بقلبها زبده وطحين. أوكي. يعني حبه الرز حبه بالفعل كثير صغيره. الرز المصري مزبوط واكيد بيستوي اسرع بكثير من الرز الامريكي، واكيد ضروري انه نحط رز مصري بقلبه. اوكي عاده بيستعملوا هيدا النوع من الرز لكل الشوربات؟ ايه اكيد اكيد. أوكي. انا قليل لنشوفه اكيد بالطبخ العادي بالكل شيء محاشي، يعني لما نحشي كوسه لما نعمل ورق عريش عرفتي، يعني كل شيء محاشي بنستعمل فيه الرز. أوكي. بس ما بتتميز نكهته بشيء ثاني او هو عادي رز الرز العادي؟ لا لا رز. أوكي. رز عادي. تقريبا هول البولات اللحمه كم وقعه لكم شخص؟ كل شخص بدك تحسبي له، اذا عم نحكي كشوربه عم تحكي 4 حبات لحمه، واكيد وجود الرز بقلبها تعتبر هي طبق كامل ومتكامل. اوكي يعني بيحتوي على النشويات على البروتين وعلى الخضره. صحيح. الخضره منا كثير بقلبها لانه بس البقدونس على الخفيف. هلا فينا نزيد لها شيء نحن من عنا نتفنن فيه على ذوقنا او لا؟ هي بطلت قيمه ساعتها صرنا عم نتفنن عم نزيد اشياء ثانيه، فيك تزيد جزر مثلا، كثير اشخاص بحبوا الجزر مع اللحمه او كذا. بس انه انا على طول بعطيها مثل ما لازم تتحضر او لان اسمها هيك لانه تتحضر بهي الطريقه مزبوط. هلا شو بحبوا يزيدوا ستات بيوت هذا شيء بيرجع لهم. وخلص نوال على كل حال، يعني خلص الفن بالاعياد. مزبوط. اوكي يلا هلا احذف اللحمه. اورايت ما بنطر البصله حتى كثير تدبل لسبب معين، انه هلا اللحمات
بدهم مقص كمان، فالبصلة حتكمل استواءها مع اللحمة، بتفاعلوا مع بعضهم فرد مرة. مزبوط. اوكي ما كتير ححركهم هلا المرحلة الأولى حتى ما يفرطوا كمان. صحيح. ضلهم جامدين. يلا هلا ركزوا معي على الكريم شامبينيون لبين ما كان خلصت هون الطبخة الأولى. مزبوط. منضيف الطحين شوي شوي نحن وعم نحرك. من اليوم عم تعطي دو شوا. مزبوط. هيك اللي بحب يجرب الطبق الغربي واللي بحب يجرب الطبق اللبناني. مزبوط. منضيف المرقة تدريجيا لإلها. كلها رح تستعمليها شيف؟ لا مش كلها. لأنه في عندي مرقة كمان بدها تنضاف هونيك على اللحم. اوكي. يعني هيدي للاثنين الشوربة. مزبوط. هلا وقتها وعزة يعني نستفيد قد ما فينا وبتدفينا وبتدفي. يعني عادة هلا نحن بالشتاء بنميل كثير لهدول الأكلات السخنين، إيه فبدي عزلك بس تحركي اللحمات شوي. يلا بنحرك بهيدي؟ إيه. يس. اوكي. ما تخافي منها للطنجرة. لا. عقلة العادة. يلا. اوكي فاذا عم ضيف المرقة يعني عم نستفيد منك شيف نادين، عم بيقولوا لي على دينتي انه لازم تعطيني دروس. تكرم عينك. يلا هلا عم يطلع لك بالفقرة دروس. وما بكون زعلانة ابدا، اكيد دائما لازم شعرنا او لورا او مثل ما انت رافعتيه ونحط له بني. سبحان الله، انا ما بعرف اطبخ الا ما يكون شعري مضبوط. قصيناه نحن، عرفنا انه في فقرة طبخ اليوم. نفسيا ما برتاح. ايه مزبوط. فاذا هلا لكن حطيت هون زبده طحين وعم ضيف المرقه شوي شوي. اوكي. اوكي هينه كثير وبسيطه كثير. ما بدها وقت. هلا فينا استبدال الزبده بالزبده اللايت او حتى فينا كمان خلينا مرق هالمسج انه اذا بدنا نطبخها فينا نطبخها بطريقه صحيه. أوكي. فينا كمان بدل الزبده نحط زيت وفينا كمان نحط يعني بنحط مرقه مرقه الدجاج او مرقه اللحمه. اوكي بعمليه مرقه الدجاج ومرقه اللحمه ساعتها بيكون في عنا بس مي على النار، مندوب شوية نشا ومنضيفهم لإلها، هيك بنكون تخلينا كليا عن كل شيء مواد دهنية أو زيت موجودين بقلبها للشوربة. ومنضيف نرجع الشامبينيون لإلها وساعتها منضيف الكريمة، بس بتكون كمان الكريمة لايت، يعني فيكم تاكلوها هيدي الشوربة كمان بطريقة صحية وما ضمير مرتاح. وضميرنا مرتاح، صحيح. كفي؟ التكستور تبع الشوربة رح بتكون اللي عم بحكي عن الفرنسوية رح بتكون مش كتير سميكة ومش كتير رخوة. أوكي. هلا عم ضيف الفطر. هلا في أشخاص بحبوها رخوة وفي أشخاص بحبوها إيه ما سميكة. هي لأنه في بقلبها زبدة وفي بقلبها طحين، مجرد تشد. ما تعرضت للسقعة بتصير تشد. أوكي. أوكي. فهلا أنا بعد ما ضفت لها الكريم فريش. منيح ما فرطوا بعد البول. لا ما المفروض يفرطوا ولا أنت على أصولنا. بهيك عم تغنجيهم كيف بدهم. يلا قتلني هم ما يتخربطوا. لا ما تعتني هم. يلا هلا رح ضيف الرز. يا حي اللحمه. أوكي. اخذت لون من كل الميلات. اوكي منضيف الرز زيت. بالنسبه للنص كيلو لحمه نحن بحاجه لثلاث ارباع كوب من الرز المصري. نرجع المرقه نغمرها بالمرقه. هيدا اللي كنت عم اقوله، ليش قليت اللحمه بنفس الطنجره؟ حتى كل الخواص تبع اللحمه اللي علقوا على الدواير يرجعوا لما تغلي المي معهم، ساعتها بتكوني اخذتي الخواص تبع اللحمه مثل ما لازم. أوكي. بزيد المي شوي زياده لانه حبه الرز لما تفتح رح ترجع اذا بدك تخليها تسمك وتعقد وبتشوفيهم بلشوا يفلشوا ويبينوا. مزبوط ويبينوا بقلبها، فمشان هيك بنزيد كميه المي شوي زياده. عم نعرف شوي بالطبخ. لا بتعرفي. نعرف نظريا بس مش تطبيقيا. اوكي هلا هون مثل ما قلت لك ايفا اللي عم بيصير انه بدي انطر الفطر حتى يبلش يدبل، وعلى السريع كثير هو بيدبل. اوكي لانه كميه المي بقلبه عاليه. اوكي بتقدموا مع بعضهم هولي على لا اكيد لا، هيدا شرقيه وهيدا اجنبيه. أوكي. فاللي بحب الاكل الشرقي بميله هون واللي بحب الاجنبي بميله بحب الاثنين. اوكي بجربهم كل يوم كل يوم وحده.
اوكي هلا علي بس ملح وبهر. هلا هون ايفا اللي بدي اقوله وانه الرز بده وقت يعني هون عم نحكي عن ربع ساعه تقريبا حتى تفتح حبه الرز حتى تبلش تغلي. من بعد ما تفتح حبه الرز وتبلش تغلي بنضيف البقدونس. اوكي البقدونس ما بضيفه بالمرحله الاولى حتى يضل اخضر يعني تضل نضارته فيه حتى يبين اللون مثل ما لازم، وبدق لهم حبه مسكه وبزيدها بالاخر. اوكي الحبوب المسكه يعني بيجوا مثل حبوب البخور الصغار، بندق شوي صغيره وبنضيفهم عليها. هيدي غريبة يعني هلا بس تحب اعرف كيف رح تطلع الطعمة. ايه مزبوط انا عادة بحطها مع الحلو. مزبوط هلا بدك تكون تري حتى تفتح حبة الرز حتى تضيفها، لانه اذا ضفتها هلا ما بنستفيد، ننزع السربريز. لا ما ما بنستفيد. هلا هون لحظة في عنا التكستور تبع الشوربة بتحسيها شوي سمكت، لانه كل ما تركتيها على النار بتبلش تنشف ميتها، فمشان هيك بتقدري ساعتها تضيفي لها المرقة او بتضيفي لها الكريمة. أوكي. بس على طول الكريمة بتنضف بالمرحلة الأخيرة، عملية تسخين مش عملية غليان. أوكي يعني على طول بنفضل انه الكريمة ما تنغلى من بعد ما يكونوا فقفقوا. مزبوط. أوكي. هلا مجرد ما ضفت انا الكريمه بتحسيها رجعت رخيت شوي، بس اذا تركت كمان بعد على النار بترجع بتشد. اوكي ضفت 200 جرام كريمه لالا اللي بيطيبها هو المرقه وهي الكريمه. يعني اذا بنحكي عن الفطر، الفطر كطعمه منها هالطعمه اللي كثير بتبين، فمشان هيك اضطرينا انه نضيف الكريمه. يعني على كل حال هلا رح نقدم نحن للمشاهدين الصوص شامبينيون بس تكون خلصت. يلا. وعلى رواق القيمه بنصورها بننزلهم اياها على الفيسبوك بيج. على الفيسبوك بيج. هلا انا ضفت شوية بهار ابيض، نرجع اكيد بنذكرهم كمان بالمقادير وهيك بحضروها على رواق. مزبوط. هلا بتشوفي انه شامبينيون في كثير عالم بتنقذ من شامبينيون انه طيبه او مش طيبه. انا شخصيا كثير بحب الشامبينيون. ايه لازم يكون ابيض فري ما هيك؟ وفيك تستعمل علب كمان. ما بيأثر. بس اكيد اذا ما نحكي اذا فالوبل ولا لا اكيد يكون فري. اكيد. اوكي يلا رح اجيب صحن انا. يلا. يعني هيدي بدها تقريبا شي 10 دقائق يمكن. بدها ايه تقريبا من 10 دقائق وربع ساعه. أوكي. هلا بنغطي الطنجره. رح نقدم هلا نحن كريم شامبينيون، وحتى ايفن كريم شامبينيون فيك تنطر عليها شوي صغيره، نحن بتعرفي لضيق الوقت. صح. بس انه بننطر عليها شوي صغيره، فينا ننطر شوي هلا مش مشكله. ايه حتى يدبلوا وبنرجع بنضيف لهم الكريمه. أوكي. بدنا ننتبه كثير منيح انه نبقى نشتري الكريم اللي مكتوب عليها انه هي كريم دو كويسون، يعني اللي هي للطبخ، لانه اوقات كثير بنكون جايبين كريم ما بتكبتل معنا ب انت عم تنزع الطبخه. مزبوط. أوكي. وكمان في كثير اشخاص بيغلطوا بيجيبوا كريمه حلوه بيضيفوها على على الطبق، فانتبهوا كثير منيح تبقوا اشتروا الكريمه اللي محطوط عليها باستا او اللي محطوط عليها اشياء مالحه مع النشويات كمان. مزبوط. اوكي اوكي يلا هون نحن صرنا جاهزين، يعني فينا بعد عنا شويه وقت. خليني غطي الطنجره عندك ايفا انا الوقت حتى تسخن على السريع، حتى نحافظ عليها كمان. مزبوط. وعلى حراره معتدله، يعني مش كثير مقويين النار صح؟ بلا انا مقويتها. ولا بلشت هلا تبلش تغلي، مجرد ما بلشت تغلي بتبلش تفتح حبه الرز. اصلا ليكي لحظه بلشنا نشوفهم شوي بلشوا يفوروا على على الراس. اوكي ملح بهار ابيض اكيد، وبرجع وبقول من بعد ما نحسها بلشت عم بتصير بثلاث ارباع الاستواء تبعولها بنضيف لها البقدونس المفروم الناعم وبندق لها حبه مسكه. اوكي اوكي هيدي غطيناها. هينين وسريعين. هينين وسريعين ومن الأطباق عن جد. هلا نحن عادة نستغرب إنه كتير هينة وكتير بسيطة، بس هيدول من الأطباق اللي بالريستوران غاسترونوميك وحتى إيفن بالبوفيات بتلاقي إنه عاملين هالسوبات ومنزلينهم بالبوفيات بقلب الأوتيلات، فمنستغرب نحن إنه هاي الشوربة شو هي هالشوربة. بس عن جد ما حد ما بيعرف القيمة إلا لما لما يشوفهم يطبخ. مزبوط. صح. غير عن الشوربه اللي نحن معودين لهم يعني مرقت الدجاج والقلب الخضره كله. شوربه الخضره. مزبوط. مرقنا المينستروني هديك المره اللي هي بتشبه كثير شوربه الخضره العاديه، بس بنضيف لها الفاصوليا وبنضيف لها كمان الباستا. حلو. عليها وبنضيف لها الحبق. اوكي اللي هي شوربه طليانيه من اكثر الشوربات كمان اللي بتشوفيها بالمنيوات. وفينا نطحن شوي شوربه الشامبينيون او لا؟
فينا اكيد او فيكي. ما هو اذا طحنتيها المشكل وين؟ اذا طحنتيهم بطل بين قيمه الشامبينيون بقلبها. اوكي في شوربات ثانيه اولاد صغار حابين نطعميهم اياها ساعتها ما بيأثر. في شوربات ثانيه رح نبقى نمرقها اللي هي شوربه القرنبيط وشوربه البازيلا وشوربه البطاطا والبروكولي وشوربه العدس وشوربه البروكولي. هول كلهم عمليه طحن وبيرجعوا بيتحضروا. رح بقى مرقهم بالحلقات الجايه اكيد. انا رح كون ان شاء الله معي. يا فوالا. رح بفكر انه الطبخ بده اكثر وقت بس شفتي شو حدا عنده هيك باسيونس لا بيستمتع. ايه يعني ست البيت اللي ما معها وقت كثير انه تطبخ لاولادها. هيدي اول شوربه جهزت عندك. أوكي. بلشت تغلي. اوكي هلا بس رح رش لها شويه حبق. اوكي بس عمليه تزيين وهو الاساس مثل ما قلنا. مظبوط. عم نعمل ماركتينج لطبختنا. لحتى يعني مردد لا بالعكس او بقلبه ويجرب. على فكره بدي اوجه تحيه هون لرنا. اوكي اكيد زميلتنا رنا خوان. رنا سنه الماضي بتذكر قالت لي ناديشه مره عملي كريم شامبينيون بحبها كثير وبدي اتعلمها. ثاقبت انه ان شاء الله تكون اليوم عم تحضرنا ان شاء الله تكون تعلمت. وهيدي لها اكيد نحن نوجه لها تحيه. وشفنا لي بدنا نقول لك ميرسي كثير ويعطيك الف عافيه وبنشوفكم قرارات جمعه الجاي. وانتم مشاهدينا بتمنى لكم ان بو ويك اند استمتعوا قد ما فيكم بهاليومين ارتاحوا منيح. ونحن بنرجع بنشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. باي باي.